اللي هو المنظم للقاء ده النهاردة، والملتقى هو تجمع لنساء ونسويات من المنطقة العربية، ابتدى في 2015. فكرته إنه يجمع نساء ونسويات من المنطقة مهتمات بسؤال السياسة بمعناه الواسع، مش بس المعنى الضيق. في الملتقى بيحتوي على نساء برلمانيات أو كانوا برلمانيات، نساء كتبنا دساتير، قاضيات، نساء من المجتمع المدني، نساء نقابيات، ونساء حزبيات. وفكرة الملتقى إنه تجمع سنوي لتجمع لتلك النساء من خلفيات مختلفة مهتمات بسؤال السياسة في المنطقة العربية للمناقشة وتطوير أسئلة النساء في السياسة، اللي هو سؤال معقد جدا 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 يعني في منطقتنا على مستوى سؤال السياسة عامة، وعلى سؤال النساء وتواجد النساء وكيفية التعامل مع النساء والنسويات وقضايا النساء والقضايا النسوية والتعامل مع الحركة النسوية كحركة سياسية. الملتقى بيصدر تقرير سنوي كل سنة عن موضوع من المواضيع. الملتقى بيصدر مجموعة من البيانات التضامنية، وبيراقب عضواته بتراقب الانتخابات أو العمليات الديمقراطية يعني في عدة دول، وبيشاركوها مع العضوات الأخريات. الملتقى كمان بيتبادل الخبرة في القضايا المختلفة اللي مهتمة بيها أو المتخصصات فيها عضوات الملتقى في أشكال مختلفة، وده كان يعني تجربة حوالين سؤال الانتخابات، المحليات، كتابات الدساتير، والتغيرات اللي بتحصل في المنطقة من 2011. الملتقى من بعد الكوفيد، بدايات أزمة كوفيد 19، ارتقى إنه مجموعة من عضواته يبقوا متواجدات في سلسلة من اللقاءات حوالين قضايا مختلفة بتمر بيها النساء والنسويات في المنطقة العربية، وأولها عضواته يعني في دول مختلفة. أول ويبينار تشرفنا بأن احنا تحدثنا مع خبيرات ونسويات ونساء عظيمات من اليمن بيتكلموا عن خبرة النسويات في إطار العنف والتعامل مع كوفيد 19 وسؤال الحرب وإمكانيات السلام. أنا بس عايزة أنوه إنه للي بيسمع بالعربي يستخدم اللغة الايكون اللي عليها الالماني، والانجليزي اللغه والايكون الانجليزي للترجمه. اللقاء احنا هنتكلم بالعربي كل اللي في اللقاء، ولو ترجمه انجليزي فالترجمه الانجليزي على الايكون الانجليزي، بس الترجمه بس الحديث بالعربي باستخدام اللغه الالمانيه. I just want to say for those who are joining us and they are not Arabic speaking that the webinar will be in Arabic, but if you want to listen to the English translation please choose the English channel and you will find the translation there. احنا النهارده مش هقدر اقول سعيدات، بس احنا النهارده ارتقينا ان احنا نتحدث عن لبنان وعن بيروت، اللي هي بمستوى شخصي انا بعتبر انه المدينه دي مدينتي والبلد دي بلدي، البلد اللي فعلا كنت اتمنى لو انا مش مواطنه مصريه يعني كنت هبقى لبنانيه ونعيش في البلد دي. واللي حصل من اكتر من اسبوعين من الانفجار اظن هو ما مسش بس اللبنانيات او النساء او الرجال اللي عايشين في لبنان، بس اظن مس كل مواطن في المنطقه، اللي كانت لبنان طول الوقت بلد لسنين طويلة والمجال العام بيتقفل في دول مختلفة، هي الباب المفتوح لينا لأن احنا نتقابل ونتناقش ونتكلم، الحركة اللي دايما مستوعبانا وبتسمعنا وبتفهم قضايانا وبتتشارك معانا. وعلى مستوى شخصي لبنان وبيروت كانت بلد حاضنة ليا في أوقات كويس.
was a home for me in times when my own country was really harsh on me and also on other feminists. اللي بيعيشوا في لبنان. الانفجار اللي حصل هو سؤال قاسي وما حدث قاسي وما يحدث أظن أقصى في ظروف جاية بعد ثورة شعبية يعني ابتدت تتجذر في لبنان من فترة طويلة بمطالب مشروعة بحديث حوالين نهايات لنظم طائفية وفساد دائم ويمكن لبنان حظها وحش مش عارفة فجي الكوفيد جعل السؤال والأسئلة أقصى وجاء بعد كده الانفجار وزود قسوة الوضع وقسوة الأسئلة في لبنان. إحنا كملتقى للنساء العاملات النساء السياسيات في المنطقة وكنسويات هدف اللقاء النهاردة هو إن إحنا نستمع ونتضامن ودائما بنتكلم عن تضامن فعال للنساء داخل لبنان وللنسويات والحركة النسوية والعضواتنا اللي احنا متأكدات وبنشوف عملهم كل يوم بيبهر أكتر من اليوم اللي قبله بكل الأسئلة اللي بيواجهوها ناحية العنف المتزايد اللي بيمر بيه النساء نتيجة سؤال العنف ضد النساء اللي هو أصلاً موجود وزاد وبيزيد وأكيد هو سؤال مطروح دلوقتي اللي بتتعرض له النساء والرجال المتظاهرين والمتظاهرات من عنف مفرط من الأجهزة الأمنية. سؤال اللاجئات واللاجئين واللي بيزيد سؤاله ناحية النساء، سؤال العاملات بالمنازل، سؤال النساء والمتواجدين والمتواجدات خارج نطاق الحضر يعني خارج النطاق الأصلي اللي هو بيزيد. احنا بنتشرف النهاردة ان احنا نستمع ليكم ونتعلم ويمكن يوصل لكم جزء من تضامننا وحبنا وتقديرنا ليكم كحركة وكنسويات وكعضوات لينا. احنا بنتشرف النهارده ان معانا الاستاذه لينا ابو حبيب اللي هي مش عضوه في الملتقى بس هي جزء اصيل من الحركه النسويه اللي كلنا بنتعلم منها من سنين. انا هسيب اللقاء تديره العزيزه والمتميزه الاستاذه ريزان الشيخ عضوه البرلمان العراقي ومتشرفة بيكم وسعيدة طول الوقت ان نسمع فعلا من القاهرة لبيروت كل التضامن. تحياتي الى صديقاتي عزيزاتي غالياتي من السيدات اللبنان. طبعا اني مرة اخرى اكرر كلام مزن، فعلا أنا بسليمانية وبكردستان والله العظيم بجد سليمانية أنا أحب بيروت وأرتاح بها، مو فقط أنا أقول لهذه المدينة، لناس هاي المدينة صديقاتي. يعني أي سفر أنا سفرت إلى بيروت جديات استفادت كحركة نسوية كفكرية كعقلية. فعلا احنا كنساء خاصة بدول العربية لازم نفتخر بنساء بيروت، يعني مو مجاملة، هذا حقيقة حقيقة. انتم فعلا عندكم هاي العلم، علم النسوي، وفعلا افكاركم وكل شيء كل الامور. مع الأسف إحنا اليوم بعد هاي الكارثة، إحنا نقول كارثة بأول يوم أنتم عرفتوا قالوا هاي الانفجار المرفأ مثل هيروشيما، مثل كارثة الهيروشيما، بس زمنهم مختلفة جدا. أما مع الأسف إحنا نعرف كل هاي الأحزاب السياسية شقد عندهم تأثير على هذا الوضع ببيروت، وضع الاقتصادي، وشفنا وضع السياسي، ونساء أكيد متضررين، نساء السياسيين متضررين، نساء بالمجتمعات المدنية، نساء بالبيت متضررة. أنا ما أريد أطول كلامي، أريد اليوم أنا أسمع من هذه الأساتذة حتى إحنا سوية
عندنا معلومة بهذا الوقت شنو دور نساء داخل لبنان، شنو دور نساء إذا كان داخل السياسة بالمنظمات المجتمع المدني بكل مكان، شنو دورهم؟ وكلنا بالآخر نقدر نسوي حركة أو نسوي أي شيء حتى نقدر مرة أخرى نساء البيروت عندهم دور لإعادة هذا البلد. بالبداية أكيد ماكو فرق بيناتهم، أنا أبدي من سيدة جوزفين إذا ممكن. سيدة الغالية، بالبداية أنا عندي سؤال، ما هي دور القيادات النسوية والنسائية والمبادرات المجتمعية في حل الأزمة الإنسانية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت؟ ما هي سبل المساندة والإغاثة المطروحة من قبلهم لدعم لبنان؟ بهذا الوقت إحنا عندنا هذه السؤال، وبعد أكيد أسئلة أخرى. يعني دور المنظمات المجتمع المدني بها دور كبير، حتى نعرف أنت شنو رأيك وكلنا نسمع رأي جنابك. أول شيء مرحبا للجميع، شكرا على هالمقدمة الغالية من رزان ومن مزن، وبعرف حبكم لبيروت قدي كبير، وأصلا مدينة بيروت ولبنان قديش كان فعال بالنشاط النسوي للملتقى النساء في السياسة. أول شيء هي جريمة حصلت في بيروت، خلينا نسميها جريمة، كارثة، ما نسميه حادث أكسيدنت قطع، هو جريمة كتير كبيرة حصلت، كارثة راح فيها شهداء، في ناس بعضهم لهلأ مفقودين، أكتر من 50 مفقود لليوم، عم نطالب نرجع نشوف وينني. طريقة عدم المسؤولية اللي صارت عند الحكومة وعند الدولة وعند السلطات اللبنانية دفعت المجتمع المحلي والأهلي والقيادات النسوية تنزل على الأرض وتتحمل مسؤولية الدولة اللي ما تحملت المسؤولية من أول يوم. فكل هالقيادات النسائية والجمعيات الأهلية نزلت على الأرض من أول لحظة وبلشت تشتغل على أنه تغطي الأوجاع. يعني الأوجاع كانت كتير كبيرة من أول لحظة، وبعدنا لليوم يعني عنا أكثر من 270 ألف وحدة سكنية متضررة، ولليوم بعد ما في خطة ممنهجة من الدولة على كيف بدها تطلع منه، كيف بدها تزبط البيوت. الناس اللي عم اليوم يعني جاني تليفون من شخص بده كورنية لعينه، لهلأ مش عارف شو بده يعمل، كورنية حق 2000 دولار، العملية 5000 بتكلف، أرقام كبيرة بأزمة اقتصادية ومالية هالقد قاسية، وهولي ناس خسروا بيتهم، خسروا ممتلكاتهم ولقمة عيشهم مثل ما بيقولوا، فكيف بده يأمن؟ مش عارفين وين بدنا ندله. يعني وزارة الصحة بتقول هي بتغطي العملية ولكن ما بتغطي حقها للكورنية اللي بدها تجي من برا. المشكلة كتير أكبر من أنه فقط نطعم الناس، لأنه فكرنا هي أنه الناس بدها تاكل، فأول يومين ثلاثة عم نلف ساندويشات وننزل ونساعد ونشيل الإزاز، ولكن المشكلة هي كتير أكبر، في ناس خسرت بيوتها، خسرت أعضاء من جسمها. فالمجتمع المحلي عمل شغل كتير كبير، قيادات النسائية منشوفهم على الأرض، منشوفهم أنه هن عم يترأسوا جمعيات كبيرة، عم بيكونوا مع أهاليهم بقلب البيوت، عارفين حاسين بالمسؤولية، وهذا اللي بيميز يمكن المرأة اللبنانية اليوم على غيرها، أنه عم تحس من جوا بالعمل الإنساني أنه لا في حقوق لهول الناس اللي أشد بيتهم، إنهم حق على الدولة، والدولة غايبة كلياً، حتى ما اعتذروا، حتى ما قالوا كيف بدهم يشتغلوا بهالعشرين يوم. يعني صار للأزمة 21 يوم ما حدا بعد حكي. فالقيادات النسائية موجودة، ولكن السؤال يمكن غياب السلطة وين، غياب الدولة وين، هيدا هو وضعنا اليوم بلبنان. ما بعرف إذا قدرت وصل الصورة. فعلاً. بس جوزفين، يعني هسه بهذه الوقت إحنا نعرف يعني وضع السياسة هسه دولة لبنان بدون رئيس الوزراء، أغلب الوزراء استقالوا، يعني هذا الوضع السياسي نعرف شنو شقت، يعني وضع سيء. بس إحنا محتاجين بهذا الوقت شنو رأي بصورة عامة شارع لبناني، نساء مثلاً هسه نساء كبير المنظمات،
يعني كل هاي الأوضاع، جائحة كورونا، وضع الاقتصادي سيء، وهسه أغلب العوائل ما عندهم حتى بيوت، يعني بيوت أنتم تعرفون شنو وضعهم، يعني بهذه الوقت أكو منظمات يعني ساند هذه العوائل، لو هاي العوائل وين راحوا وش يسوون، ودور هاي النساء بالبيت يعني ما عندهم ولا مكان ولا شيء، من يساعدهم؟ مزبوط رزان. اليوم الوضع النساء، رح أحكي نساء لأنه أغلب الشوارع اللي تأذت يعني بين الكارانتينا وجميزة ومرم خيل، في كتير سيدات مسنين كبار بالعمر، يعني كلهم فوق 80 سنة عايشين لوحدهم ببيوت، أكتر من يقال عنا أنه بيوت صغيرة ما فيها أقل شيء، يعني حتى مطبخهم ما قادرين بقى يطبخوا فيه، غرف النوم كلها تكسرت مع أنه حتى البيت صغير. فهول النساء ما بدهم يتركوا بيوتهم، يعني نحن كجمعية بيتي حاولنا نفتح المركز تبعنا، استقبلنا عيال، ولكن هول السيدات المسنات ما حبت تطلع وتترك بيتها لأنه هن أجارهم قديم، سو عنا مشكلة تانية أنه منازل هول السيدات أجار قديم، سو خايفين يتركوا المنزل تبعهم ويطلعوا، إذا طلعوا بأسبوع قعدوا برا بيخافوا أنه صاحب الملك يقشطهم البيت عن جديد. هول سيدات ما بدهم يتركوا المنزل تبعهم حتى لو مهدم وحتى لو مكسر، سيدات عم تعاني، يعني نحن عم نجرب قد ما فينا نساعدهم بإمكانيات بسيطة، يعني نحن جمعيتنا منا جمعيات بملايين الدولارات، عم نجرب إمكانيات صغيرة، عم نرمم بيوت، عم نجيب لهم غاز براد صغير، عم نحاول نشوف صحيا كيف نساعدهم، يعني الجراحات تبعهم عم نزورهم لأنه هن حابين بس يحكوا، يفشوا خلقهم يلاقوا أنه في حدا زارهم طمن عنهم، لأنه صوت في مرة بعد عم تقول أنه أنا سمعي خفيف، بعدني لهلأ عم بسمع صوت الانفجار اللي كتير قوي ليكبهم مترين وثلاثة، عم بحكي عن نساء عمرها فوق 80 سنة ينكب يطيروا مترين وثلاثة متار، ما كانت هينة لقلهم. فنحن واقفين حدهم اليوم بإمكانيات بسيطة عم نسمع لهم، في عنا مساعدة اجتماعية عم بتكون معنا بالجمعية، بسيكياتر عم تسمع أكتر، عم بتشوف إذا في شيء نمس نفسيا منهم لأنهم خايفين مرعوبين عم يسمعوا الأصوات بعدها بدينتهم، فنحن عم نحاول نكون حدهم أكتر. في مرة ما عم تقدر لليوم بعد مش شايفة ابنها، عم نحاول نقلها أنه لح يلقوه لح يلقوه، بس بالآخر المشكل كتير كبير، كارثة كتير كتير أكبر من ما حتى قادرين. حتى الصليب الأحمر اللبناني اللي هي منظمة كبيرة ومؤسسة كبيرة عم تقول أنه كتير أكبر من قدراتها، يعني حتى مؤسسة كبيرة عم تقول كمية الوجع والعازة اليوم كتير أكبر من ما كنا مستنظرين. فنحن عم نوقف حدهم للسيدات الكبار والمسنات اللي موجودة بالمنطقة أو للناس والعائلات اللي بعدها موجودة ببيوتها، ولكن مش عم نلحق، يعني نحن كل يوم عم نعمل حوالي 20 عائلة بخلال 20 يوم، يعني ما قدرنا نوصل لرقم أكتر من هيك لأنه كتير كبار، ومع أنه عنا 20-30 متطوع كل يوم، أول يوم إجينا 200 متطوع بس كنا عم نشيل الإزاز والخشب والركام اللي موجود على الأرض، عم نوقف حدهم، ولكن بدهم حدا يسمع لهم لفترة طويلة. نحن هلأ المرحلة الأولى خلصت، هلأ عم نفوت بالمرحلة الثانية، هي إنه شلنا الركام شلنا الإزاز وهلأ بلش الجد، يعني هلأ البناء هلأ بده يبلش بناء البيوت ووزع ناس، لأنه الشتاء على البواب، يعني إذا بيوتهم ما تجهزت يقدروا يسكنوها بكل معنى الكلمة، الشتاء على البواب، يعني أحد الماضي شتت الدنيا بنص بيروت، مشان هيك ركضنا نركب نايلون على الشبابيك. فالنساء واقفين حد نساء غيرهم، في مجموعة نساء عملوا واتساب جروب مع بعضهم وعم بيجربوا يدبروا فرش من هون، طبابة من هون، أدوية من هون، حفاضات من هون، حليب من هون، فعاملين المجموعات النسوية عم تشتغل مع بعضها وعم بيجربوا قد ما بيقدروا، بس صلنا يومين عم نقول إنه مش كافي الشغل مع بعض بهالطريقة، بدنا شيء أكبر يساعدنا، لأنه إذا بنضلنا عم نشتغل على 18 و20 بيت يومياً عم نحكي بألوف ألوف ألوف المنازل. آخر سؤال وبعد أرجع لك، هسا أنت تتوقعين أكو كل هاي الأمور الصعبة كموجودة، هاي الكارثة أكو أصوات
يعني وصل إلى أذن أحزاب سياسية بجدية وصل؟ للأسف رزان لقى، لأنه السلطة حتى ما تجاوبت. يعني نزل ألاف ألاف المواطنين نهار السبت دغري بعد الانفجار، ورجعت تجددت إذا بدك روح الثورة والحراك من الأول، والناس ما ردوا، بالعكس قوسوا علينا بالسلاح الحي، يعني بوجنا هيك دغري. الناس ما خافت، يعني ما خافت، رجعت نزلت مرة واثنين وثلاثة ورا بعض، يعني من الساعة 4 عم بيقوسوا علينا، بقينا للساعة 8 بس بالآخر في صاروا يقوسوا علينا بالمباشر. ما خافوا الناس، والسلطات ما ردت. يعني لليوم عم يحكوا انه بدهم يرجعوا يردوا حكومة وحدة وطنية، نفس الوجوه القديمة اللي هي سببت الانفجار، اهمالهم وعدم مسؤوليتهم هي اللي عملت هيدا الانفجار الكتير كبير وهالكارثة الكتير كبيرة. عم يرجعوا يحكوا بنفس الطريقة، مين بدنا نجيب؟ اذا بنجيب اثنين سنة، اثنين موارنة، اثنين ارثوذكس، من اي حزب، من مين مسؤول مين؟ بعدهم عم يحكوا بنفس الاسلوب اللي عم ينحكى من 30 سنه. ما قدروا يستوعبوا للحظه انه اللي صار قنبله نوويه كثير كبيره على بيروت ما وعتهم، وما تحركوا، يعني حتى ما اعتذروا من اللبنانيه واللبنانيات، ما قالوا لهم شو صار، مين السبب. حطوا قاضي عم يعملوا عليه ضغوطات، حتى القاضي اللي حطوه مش قادرين يعطوه الحريه تيقدر يحكم ويحقق بالطرق القانونية المضبوطة. يعني حكم الرشيد الأساسي مبادئه مش موجودة عندهم، يعني غير أنه بتسقط حكومة، سقطت الحكومة مش لأن صار في انفجار، مش لأنه الناس نزلت على الأرض، استقالة الحكومة صارت سياسية، صار في ضغط من حزب سياسي كتير كبير، لأنه رئيس الحكومة قال أنه بدنا نعمل انتخابات مبكرة، قال له مش أنت بتقرر انتخابات مبكرة، شيلوه، مش لأنه صار في انفجار ولأنه الناس نزلت على الأرض. فلقى السلطات والأحزاب، السلطة اليوم بعيدة كامل كامل البعد على المشاكل اللي عم تصير على الأرض وعلى هالأزمة الكتير كبيرة، فما إلهم وجود. هيدا مش بس رأي، يعني نحن من أول يوم نمشي بالشارع نبشنا وين بلدية بيروت، ما نلاقي بلدية بيروت، سألنا وين وزارة الأشغال تشيل الأنقاض تشيل، ما لقيناهم، مش موجودين بتاتا، يعني حتى المؤسسات العامة مش موجودة، والسلطات والأحزاب السلطة مش موجودة على الأرض من أول يوم حتى لليوم. رجعوا يحكوا بالانتخابات بحكومة من نفس الطبقة، بلا إصلاح، بلا أي تغيير جذري بالنظام اللي نحن عم نطالب فيه، اللي هو النظام المدني اللي بيلغي الطائفية، فهيدا ما كان موجود ولهلأ مش موجود. فما عنا أمل ولا 1% من هالسلطة أنه تقدر تغير، عشان هيك الناس نزلت على الأرض تساعد، لأنه ما في أمل وما في ثقة، وإذا نحن ما نزلنا ما حدا رح ينزل وما حدا رح يمد ايدة العون اليوم. شكرا، اكيد ارجع مرة اخرى. هسا اني ويا استاذة جمانة، استاذة الغالية، اريد اقول لك شوف هاي الوضع السياسي. احنا نعرف هسا بدون حكومة، يعني بدون وزراء، وهذا الكارثة كبيرة موجودة داخل دولة لبنان. أكيد يعني هذه الكارثة محتاج إلى دولة، محتاج إلى أحزاب سياسية حتى عندهم دور. كلنا نعرف يعني شدد منظمات المجتمع المدني وحتى الدول الجوار ساعد هاي الدولة، بس لازم عندك كيان أساسي داخل هاي الدولة. هسا إحنا برا البيروت نشوف ما في كيان سياسي هسا موجود داخل الدولة. إحنا محتاجين نسمع هذا الجواب من أستاذة جمانة. صوت. وين جمانة؟ أولاً أنا بدي حيي نظرة على المبادرة، بدي حييها مش بس لأنها خاصة بلبنان وكلنا مخنوقين بلبنان، بس تضامن النسوي بعتقد هو الرئة يلي كل حدا حالم بالتغيير الديمقراطي على أساس المساواة عم يتنفس من هذه الرئة، والتضامن النسوي يمكن أكثر مسألة نحن بحاجة لها بهالزمن الرديء، مش بس على مستوى
رداءة نوعية الحياة اللي عايشينها والديمقراطية اللي غايبة بدولنا العربية وأنظمتنا القمعية والاستبدادية أيضاً. إجت جائحة كورونا لتنقذ كل هذه الأنظمة الرجعية وكل هالأنظمة الديكتاتورية. كانت ومشكورة جوزيفين إن حكيت شوي عن الوضع الآن بالانفجار يلي حصل، الانفجار اللي هو جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، يعني جريمة ضد الإنسانية. كل حقوق الإنسان انمست لفئة كتير كبيرة على نطاق واسع، وأنا بالنسبة لي ممنهج، لأنه واضح أنه كل جماعة الدولة معهم خبر بالمواد المتفجرة يلي موجودة بالبور. ووصل يعني الكارثة حلت كجزء من منظومة فساد هذه السلطة السياسية يلي عم تحكم الشعب اللبناني. بس أنا حابة أحكي شوي بسياق على الأقل من 17 أكتوبر، الثورة يلي كانت أمل الجميع بإحداث التغيير في لبنان. الثورة يلي أنا بالنسبة لألي بعتبرها نقطة مضيئة بالحراك السياسي والاجتماعي في لبنان بوجه الطبقة السياسية الطائفية، يلي من اتفاق الطائف من 92 إلى اليوم نهشت ما تمكن لها أن تنهش من أموال الدولة، أموال الشعب اللبناني، خيرات الدولة اللبنانية، وأوصلت لبنان إلى ما وصل لإله لبنان. كان في كتير محاولات ل يعني كان في سلسلة تحركات كانت عم تغلي بلبنان من العام 2010 وصولاً لل 2015 لما تفجرت، ما طلعت ريحتكم مع كل التحركات الثانية اللي كانت عم بتصير من أجل نظام إسقاط الدولة الطائفية، من أجل الدولة العلمانية، كلياتها كانت حركات، وكانت النساء العنوان الأقوى بهالحراك. لا إجت ثورة 17 أكتوبر اللي كانت يعني ثورة تفجرت لأنه الناس ما بقى قادرة تتحمل ذل ومهانة، وما بقى قادرين نتحمل نتيجة سياسات التفقير الممنهجة اللي عم تمارسها كل السلطة السياسية بغض النظر. أنا بالنسبة لي لما بقول سلطة سياسية، كل الأحزاب السياسية الطائفية سواء كانت الآن في الحكم أم هي خارج الحكم، لأن المعارضة من موقع طائفي هي الوجه الآخر للنظام الطائفي، وليست المعارضة الديمقراطية اللي بتبني وطن، وهن بفترة من الفترات كانوا شركاء بعملية السرقة وبعملية تنامي الفساد بالبلد، الفساد السياسي، فساد الإدارة، الفساد المالي، تراكم الدين العام وصلنا ل 100 مليار يلي فعليا يعني هي من اللحم الحي للناس اللي عايشين بالبلد، مش بس مقدرات الدولة يلي انسرقت، وصولا الى تراجع كل الخدمات، مياه، كهرباء، غذاء، كل شيء بوضعية كانت ما عادت مقبولة، ونزلت الناس، نزلت ردا على الذل اليومي يلي عم تعيشه. حسب تقرير الاسكوا، صدر تقرير الاسكوا بهالشهر يلي بيحكي عن انه كان العجز بثورة وقت ثورة اكتوبر، كانت نسبة الفقر في لبنان 28%، والناس نزلت للشارع بهيدي النسبة، وبالفصل النصف الاول من 2020 وصلت هذه النسبة الى 55%. هيدا تقرير الاسكوا اللي صدر من حوالي الاسبوع، فتخيلوا انتو، وهيدي النسبة قبل الانفجار. هلأ اليوم مع الانفجار ما بنعرف قديش ممكن تكون هالنسبة تضاعفت، خاصة انه المناطق اللي نكبت بالانفجار هي مناطق الأشد فقرا في بيروت. يلي نتج عن كل هذه المسائل
هو تراجع كبير بوضعية النساء في لبنان، وأنا لما بقول النساء بحكي عن النساء اللبنانيات وغير اللبنانيات المقيمات على أرض الدولة اللبنانية، واللي الدولة اللبنانية ملزمة باحترام حقوق الإنسانية. من بعدها ولما عم نحكي عن الانهيار المالي والانهيار الاقتصادي، سعر صرف الدولار كان عشية 17 أكتوبر 1500 ليرة، لامس بهالفترة لامس حدود 10,000 ليرة، وهو الآن مستقر بين 7,500 و8,000 ليرة. معناتها هون يعني أربع مرات الأسعار تضاعفت. القيمة الشرائية للرواتب هي متدنية جدا. الناس اللي كان عندها مصاري بالمصارف أو أموال المودعين بالمصارف تبخرت، ما بنعرف كيف اختفت أموال المودعين. بيقولوا لنا بالبنك عندكم أنتم مصاري بس ما فيكم تاخدوها ولا فيكم تستفيدوا منها. لا إجا وضع كورونا. بوضع كورونا كل هالسياق السياسي والاقتصادي زادنا اختناقا. كورونا كانت المخرج للدولة اللبنانية للناس تطلع من الشارع ونوقف الحراك. بكل أسف بظاهرة الكورونا تعرضت النساء، تعرضوا مثل كل النساء بالعالم لأقصى أنواع العنف وخاصة العنف الأسري. نحن بلبنان بعد بسياق الثورة هيدي العنف اللي تعرضوا له النساء كان كتير صعب وكان كتير قاسي على النساء، لأنه كان نحن بمرحلة الانهيار. نحن مش بدأ الانهيار مع كورونا، لبنان كان عم ينهار بشكل سريع وإجت الكورونا لتزيد هالانهيار. في مؤسسات كتيرة أقفلت، أرباب عمل كتير فصلوا العمال والعاملات. ولما عم نحكي عن زيادة البطالة عم نحكي عن تضرر النساء أولا، لما عم نحكي عن تدني الأجور عم نحكي عن أجور النساء أولا، لما عم نحكي أنه المؤسسات حسمت من المداخيل تبع من أجور العاملين والعاملات عم نحكي أنه النساء عرضة لتحسم من رواتبهم أكثر، في رواتب حسم منها 50% وفي رواتب 25%. ونحن عم نحكي مش عن مؤسسات صغيرة، عم نحكي عن مؤسسات كبيرة منها مصارف عملت عقود عمل أقل 25% مما كانت قبل 17 أكتوبر ببداية السنة. مثل ما قلنا بأزمة كورونا تنامى العنف ضد النساء، تنامى التفقير، تنامت البطالة، والأكثر هشاشة هن اللي دفعوا ثمن هذه الأزمة، يلي هن اللاجئات. هون عم نحكي عن لبنان بلد في لاجئات فلسطينيات من أكثر من 60 سنة موجودين بمخيمات، يعني بعد شوي ممنوع التجول فيها، ممنوع التنفس مش بس التجول بالمخيمات. لاجئات السوريات يلي موجودين بالبلد، والناس التانيين اللي تضرروا من بعضهم هن العاملات المهاجرات يلي كانوا يشتغلوا مساعدات منزليات، واللي فجأة كان يعني كان معاش كان راتبها الشهري بين حوالي 200 دولار كانوا 300,000 صاروا مليونين ليرة، يعني ما صارت أكثر من راتب أهل البيت. فاللي حصل أنه في أعداد كبيرة من العاملات المنزليات تم رميهم بالشوارع، اجوا حطوهم تحت السفارة دولتهم بدون مأكل بدون مشرب بدون أموالهم بدون يمكن رواتب اللي كانوا عم يشتغلوا عليها، أكثر من الحالات بدون رواتبهم. وهون كان الدور الأساسي يلي اجا لم النساء المهاجرات من الشارع وجمعيات المجتمع المدني وليس الدولة. الدولة كل اللي عملوه القوى الأمنية اجوا ساعدوا الجمعيات ورافقوا العاملات لحتى يروحوا مع الجمعيات. ما رح نحكي قديش تدهورت كل نوعية الخدمات الحياتية للنساء ذوات الإعاقة وللنساء بوضعية هشة، عم نحكي عن النساء الريفيات. كل ذلك تم ب
عشية هالانفجار الكارثي. فتخيلوا قديش حجم الكارثي كبير، ليس فقط بلحظة الانفجار وإنما بتدهور كل السياق السياسي والاقتصادي. حتى ما أكون سوداوية، من 17 أكتوبر لليوم عنوان الأمل هو من النساء. أكيد الأمل هو من النساء. أكيد أكيد أكيد. النساء كانوا عنوان الثورة، النساء كانوا عنوان الإغاثة، النساء كانوا عنوان الصمود، النساء كانوا عنوان المواجهة، النساء كانوا عنوان السلم الأهلي في لبنان، النساء كانوا عنوان كل ما هو جميل في هذا البلد. أكيد. الثورة كانوا النساء بقيادتها، كانوا النساء بمركز صنع القرار فيها، مش كانوا النساء فقط حشد بجمهورها. أبدعوا النساء اللبنانيات بابتكار أساليب النضال المدني بوجه سلطة قمعية همجية مارست علينا أقصى أنواع القمع، القمع السياسي والقمع والسحل والضرب وإطلاق الرصاص، حتى وصل لإطلاق الرصاص الحي علينا يوم 7 يوم 8 شهر يعني بعد الانفجار بثلاث أيام. الدولة اللبنانية منظومتها القانونية كتير هشة ومنا صديقة للنساء، مشان هيك قانون العنف الأسري قانون كتير ضعيف، مشان هيك ما قدر يحمي النساء، ومنظومة القوانين الثانية أيضا ضعيفة مشان هيك ما قدرت تحمي النساء. بتتخيلوا أنتوا أنه نحن بلبنان بال2015 وقت حراك طلعت رحتكم، تعرضت بعض النساء لفحص عذرية بمراكز الشرطة من أجل القمع، من أجل الإذلال للمرأة والحد من دورها. ولكن أنا بقول النسويات كانوا قوايا، النسويات مش بس قوايا، كتير واضح بالنسبة للنسويات الوجهة بالتغيير بربط بناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية بموضوع المساواة بين الجنسين. وأنا برأيي قوتنا كنسويات هي هون، بأنه نحن فعلاً نطالب بالدولة المدنية، دولة الحق، دولة المساواة، ونواجه كل الطغم الطائفي السياسي من مختلف الطوائف. ما في مساواة بنظام سياسي طائفي وبقوانين طائفية بتنظم حياة الناس، لا سيما قوانين الأحوال الشخصية. أنا برأيي النسويات قوتهم هون بربط المساواة ببنية نظام سياسي مدني، نظام قائم على حقوق الإنسان والمواطنة والكرامة الإنسانية للجميع. ما بقى رح أحكي كتير، بدي أترك الكلام كمان لزميلاتي وزملائنا. عندي سؤال صغير، أحييكي يعني أحييكي فعلا، بس سؤال صغير، تتوقعين هذه المرة نساء لبنانيات يقدرون يتغيرون هذه السياسة الفاسدة كموجودة داخل الدولة؟ فقط يعني مجرد. أنا ما بدي أكون متشائمة بس أنا واقعية. تاريخ لبنان بيقول لحد الآن كل التبديل كان يكون تبديل بالتسويات الطائفية. كل مرة لبنان كان يمر بأزمة منذ نشوء الكيان اللبناني إلى اليوم، طائفة تحكم بباقي الطوائف، وهذا اللي نحن بنسميه الطائفية السياسية. وبكل تسوية سياسية بالبلد كانت تسوية طائفية بتخفف من نفوذ طائفة، ولكن عم بتعطي نفوذ لطائفة أخرى. وكل ما في طائفة مستبدة سياسياً بالبلد، كل ما موضوع التغيير الديمقراطي موضوع خطير. والآن أنا ماني شايفة هيدي التسوية اللي راح تصير هي تحت تأثير ضغط الشارع. أنا بوافق جوزافين، مش نحن اللي سقطنا الحكومة، رئيس البرلمان هو اللي سقط الحكومة لأنه حكى كلام منه يعني بدون ما يتشاور معه. إذا بده يصير أي شيء من وراء التسوية السياسية الإقليمية
والتسوية بنحكيها على المشبرح، التسوية الأمريكية الإيرانية يلي عم بتدور، واللي عدد من الدول العربية ضمن هذه التسوية مع كل العوامل الأخرى الروسي والتركي، ومع الأسف العربي أضعف شيء بالتأثير على المسار السياسي للبلد. أنا شخصياً مني متفائلة بأنه رح ننجح بأنه نبني الدولة المدنية، ولكن يمكن يكون في تسوية، وإن شاء الله يكون في تسوية توقف الانهيار بالبلد لنقدر نستكمل ونرجع بنفس جديد، نفس مبني على مفاهيم المواطنة والتبادل السلمي للسلطة والترشح للانتخابات والعمل الضاغط، يعني كل ما هو من آليات التغيير السلمي الديمقراطي يلي بنرجع بنعمله، بس ولكن مش بالظروف يلي حاليا البلد عم بمر فيها مع هالأزمة الكبيرة. شكرا، اكيد ارجع لك. استاذه لينا، احنا نعرف كل هاي الفساء، يعني هذا حتى كارثه المرفأ، مو انفجار المرفأ، مش اعتيادي، يعني كل يعني احنا نعرف متعلقات بالفساد داخل هاي الدوله. هاي الفساد والازمه الاقتصاديه شلون احنا نقدر نحكي عليها بهذا الوقت داخل بيروت؟ يعني عرفنا هاي الأزمة الاقتصادية كصارت ببيروت وأزمة سياسية، كل هاي الظروف مو شيء آني، أكيد بها تأثير كل هاي السنوات، هما اشتغلوا حتى يوصل هذه الدولة إلى هذه المرحلة. وإحنا نعرف بعض الدول الجوار عندهم تأثير كبير حتى يوصل لبنان إلى هاي المرحلة. إحنا نريد نسمع من أستاذة لينا. شكراً كتير رزان. أنا أول ما أبدأ بس بدي كمان أتشكر صديقاتنا رفيقاتنا بنظرة، وبالرغم من كل الظروف الحالية إنما كمان نحن يعني عيننا على مصر وعلى صديقاتنا بمصر، خاصة على صديقتنا مزن، إلا أنه بالرغم من كل شيء ما زالت نظرة ومزن عم بيتعرضوا لأنواع من الـ ما بعرف شو بدي سميه، يعني من الأوبريشن يلي فعلاً لا تطاق، ونوع من الضغط يلي له علاقة مباشرة بعملهم بمجال حقوق النساء وحقوق الإنسان. فبالنسبة لي كتير مشكورين لهالسوليداريتي يلي هن معنا فيها اليوم. عودة لسؤالك رزان، صديقتي رزان، تماماً يلي عم تحكي تماماً هون بدي ارجع اربط بشي بأحد القضايا الأساسية يلي اتطرقت لها صديقتي جمانة. نقطة البداية نحن بلبنان هي نقطة عدم مساواة، يعني المنطلق الأساسي بلبنان هو منطلق عدم مساواة ممنهج مؤسس ومكونا بقوانين أحوال شخصية طوائفية. فنحن من الأساس النساء بلبنان لسنا مواطنات، هن رعايا وتابعات للطوائف. هيدا بيوصل كل المصايب يلي نحن وصلنا له، وخاص يعني معلي بدي أعطي مثل صغير على جبروت هذه المؤسسات الطوائف يلي هي فعلا يلي حاكمة هالبلد. بدي أذكر، وأكيد صديقاتي من لبنان بيتذكروا، أنه من أقل من سنة تقريبا أو من أكثر من سنة يعني عضو نائب برلمان خلينا نقول أقوى حزب بلبنان وحزب مسلح وحزب حاكم بأمره، أوكي، لم يستطع أن يحمي بنته من مجلس الشيعة الأعلى، من المحاكم الروحية. يعني وأنت عم تحكي عن حدا ممكن يسكر البلد، ممكن يقفلها، ممكن يعمل حرب، ممكن يعمل أي شيء، إنما هذا الشخص تحديداً لم يستطع، ما طلع راس مع زعماء الطائفة تبعيته. وطبعاً هو فقط مثال، ولكن بالنسبة لنا كنسويات كان مثال كتير واضح، نقول خلينا نشوف فعلاً من يحكم هذه البلد، ومن يقرر
يقرر على حياة النساء. فعندك هذا الجانب الأول الأساسي. الجانب الثاني إنه مثل ما قلت تماما، يعني إذا بدنا نعطي بكرة مثل لنفرجي ما هي نتيجة الفساد، خلينا نسميها زميلة لإلي في الجامعة الأمريكية سمتها مجزرة المرفأ، وهي فعلا مجزرة المرفأ، هي فعلا يجب أن تدرس، لأنه هي مثال بحد ذاته كيف ممكن فساد، وكيف ممكن الفاسدين اللي مشكلين المافيا اللي حاك بها البلد على طوال السنين ممكن تأدي بأنه فعلا المدينة تروح، وهذا اللي صار معنا اليوم، المدينة راحت. طيب هلأ نحن مش بس أمام مجزرة المرفأ، نحن أمام نظام أبوي ذكوري طائفي ديني، مثل ما قالت يمكن جمانة، بعده يتصرف كأنه الحياة ماشي عادي. يعني المحاكم الروحية بلبنان اليوم عم تتصرف مثل ما قبل المجزرة، مثل ما بوقت الثورة، ما قبل الثورة، لم تتأثر أبداً. طالما هذه المؤسسات موجودة وعندها مواردها وعندها اتصالاتها وتواصلها داخل البلد وخارج البلد، يعني داخل البلد وخارج البلد أنا بعني فيها كل الطوائف، يعني مرجعيتها لهذه المؤسسات الطوائفية هي مانا بلبنان، هي خارج لبنان كلها، أوكي؟ والبعض منا عنده أذرعه المسلحة. يعني طالما هالمؤسسات موجودة، هيدي هي إذا بدك حاملة ورافعة الفساد بلبنان. ويمكن اليوم صارت ببيروت، نحن ما بنعرف شو في موجود بمناطق تانية، ما بنعرف بدها تودي لأي دمار تاني. طيب مقابل هالشي نحن شو عنا؟ وأنا بفتكر كمان صديقتي جمانة اتطرقت له، وكمان الصديقة جوزيفين اتطرقت له بالقليل من الموجود. أنا بفتكر يعني العمل النسوي المباشر دغري من بعد فاجعة كبيرة من هالنوع، أول من كانوا على الخطوط الأولى كانوا النسويات، بقليل من التدريب، قليل من الموارد، قليل من أو حتى بدون تحضير بالخالص. إذن يعني هل أشخاص اللي كانوا ناشطات وناشطين بثورة 17 تشرين موجودين الآن تيحملوا هالمسؤولية؟ وقبل ما نبلش كنا عم نحكي شوي مع الصديقات على خطورة تواجدنا نحن كلنا بحل الأزمة من ناحية لوجستية ومن ناحية إغاثة وإلى آخره، لأنه قد يكون الثمن تبعها عم نبتعد شوي عن شغلنا الأساسي، وشغلنا الأساسي هو شغل مطلبي وشغل ضغط وشغل مجابهة مؤسسات الطوائف. يعني ما بعتقد فيك كنسوية ما يكون هدفك الأساسي وهدفك اللي قدامك هو بكل صراحة وبكل بساطة كيف نتخلص من أنظمة الطوائف ومن مؤسسات الطوائف يلي هي العبء على هالبلد، وهي أساس الفساد بهالبلد. So هيدا الجانب الثاني. الجانب الثالث كمان يعني اللي بدي أحكي عنه ويلي ابتدى مع الثورات العربية وكمل كمان مع ضمن جائحة الكورونا، إنه كلما كان في أزمة بهذه المنطقة يلي تعرفي نحن كنا رزان ما بعرف يمكن بإحدى محادثاتنا وكتير كنا نحكي فيها إنه بين دولنا بين البلدان العربية ما بينسقوا مع بعضهم إلا وزارة الداخلية والحركات النسوية. الثاني ما في وطبعا نحن بننسق كل واحد لأسباب جدا مختلفة، يعني ما قلنا علاقة ببعضنا، ولكن الحركات النسوية هي فعلا يلي طول هذه الفترة أوكي يلي كانت عم تشتغل مع بعض، لأنه هنالك يعني كيف ما تعددت القضايا اللي عم نشتغل عليها، ولكن بالنقطة البداية نحن كلنا بمواجهة نظام أبوي فاسد عنيف، واسمحي لي أقول وقذر أيضاً،
أوكي وعنفي وقذر. فبالتالي بتلاقي يعني مع تعدديتها الحركات النسوية بمحطات أساسية، وخاصة هلأ يعني مع الجائحة ومع اللي صار ببيروت كمان لقيتنا مع بعض. الشيء اللي بدي بس ركز عليه كمان رزان، يعني فعلا كان في شيء كتير مميز ابتدى بثورة تشرين، وابتدى بثورة تشرين مش إذا بدك يمكن صار واضح، ولكن هو تراكم من شغل صار على مستوى نسوي تقاطعي خلال السنوات اللي ماضية، يلي بيّن عنا أو بلشت تبرز أصوات كتير مهمة ضمن الحركة النسوية التقاطعية، أصوات مجتمع الميم، أصوات النساء النازحات، أصوات مجتمع النساء الكويريات يعني. وهيدا أنا يعني كنسوية بعمري كتير بفتخر إنه قدرنا نشوف هلأ هذه الأصوات تطلع كأصوات فعلاً عندها نفس المطالب، عندها نفس إذا بدك التحليل لشو المشاكل ببلداننا العربية، ونفس الرغبة بالتغيير. وفعلاً هذه أصوات كنا نفتقدها، وكنا نفتقدها لسببين كتير أساسيين، أنه يمكن نحن كحركة نسوية من عشرات السنين ما فتحنا هالمجال أو ما أردنا أنه نكون فعلاً يعني welcoming كيف بيقولوا لهذه الأصوات. والجانب الثاني إنه القمع المؤسسات الذكورية الدينية ومؤسسات الدولة كمان جعل يعني المرحومة الصديقة من مصر يلي قتلت حالها بكندا من كم شهر كان يعني فعلا مثال واضح كيف قمع الدولة بيودي لحدا إنه خلص يزهد بالحياة، ما بقى يعني ما بقى بده يكمل. فبالتالي يعني اللي بدي أخلص فيه بس بالجواب على سؤالك، نحن أمام وضع يلي كتير واضح فيه لا يمكن أن يستمر، وإذا سمحنا له أن يستمر اليوم دمروا بيروت بكرة بدمروا عاصمة تانية، ما عندهم أي مشكلة. واضح بالنسبة لإلنا مثل ما قالت كمان جوزيفين، نحن عنا رئيس جمهورية لم يعتذر للناس، ما عز الناس، ما قال الله يرحم أمواتكم يعني. فبالتالي إنه يعني الاهتمام بالمواطنين والمواطنات والاهتمام بالناس اللي ريزيدنت بهالبلد منه موجود، هذا ما رح نحسب حسابه. نحن أمام وضع أنه لا يمكن للنظام الحالي أن يستمر، لأنه هذا نظام قاتل وهذا نظام فاسد. وإذا عم نقول أنه لا يمكن لهالنظام أن يستمر، هيدا يأتي بنفس الوقت على الأقل يعني مش على الأقل بهالحالي عم بياخد مثل لبنان، هذا النظام بيمشي هو يعني يلي ساندو يلي حاميه ويلي عطيه الحياة كلها وعطيه كلها الثقة بالنفس، هو النظام الطائفي كمان القاتل يلي فعلا قبل المجزرة قبل الثورة خلال كل الأيام يلي نحن عشناها هذا النظام أدى إلى قتل النساء. وبفتكر نفس الشيء نفس الشيء بالمصر، نفس الشيء بالعراق، عم نحكي عن نفس القضية. فبالتالي هيدي أنظمة لا يمكن أن يعني بفتكر وصلنا ل مبارزة بيناتنا من بعد هل يمكن سرعتها شوي مجزرة المرفأ، إنه نحن يا هن يعني إذا استمروا معناتها نحن لا يمكن أن نستمر، نحن يعني ما لنا حياة. وبالتالي خيارنا الوحيد هو استمرارية المواجهة بهالعمل النسوي يلي يعني اللي بيساند بعضه، استمرارية المواجهة بتعددية الأصوات داخل العمل النسوي، استمرارية المواجهة بأنه فعلا نشوف ما هي القضايا اللي ما عم ينحكى فيها يلي أكتر شيء تتأثر بها النساء، ويلي أكتر شيء في تعتيم عليها كليا، وحكينا عليها شوي أكتر وقت بلشت الجائحة وهلأ أكتر. العمل الرعائي للنساء يلي هو العمل الإجباري يلي عم بيقوموا فيه النساء يلي
مجتمعاتنا كلها قائمة عليه ولكن ما بنعترف فيه. الحقوق الإنجابية والحقوق الجنسية للنساء يلي سلبته منا المحاكم الشرعية والمحاكم الروحية والمؤسسات الطوائفية يلي مانع الناس إنه تحكي فيه، هيدا كمان معركتنا الحالية. وكمان أصوات جميع النساء وجميع الفتيات، مجتمع الميم، الكويريات، جميع النساء، وأيضا المهاجرات واللاجئات. هيدي إذا بدك يعني بالنسبة للعديد منا هاي طريقة العمل يلي تتبع اليوم، يلي عم تتبع كانت خلال الثورة، ويلي بتصور مثل ما هي متابعتنا على الأقل بالعراق وبمصر وبفلسطين، كمان هيدا يلي عم نشوفه يلي عم نشاهده من خلال العمل النسوي. بهذا الوقت احنا نعرف اغلب يعني دول التحالف الدولي إدهم مساندة أو إغاثة أو أي شيء لدولة لبنان، وأحزاب السياسية أكيد يعني لازم إدهم برنامج لهذه التبرعات وشلون. وأكو دول آخر من دول جوارنا ما عندهم أي تبرعات، ما عندهم أي شيء، بس أغلب الأحزاب السياسية شلون يمنا بالعراق إحنا كلش متمسكين بدولة إيران، حتى هو ما يستفاد منه بس إحنا متمسكين يعني مستعدين كل شيء حتى ملابسنا نعطي إلى هذه الدولة. مع الأسف هذا اسم الطائفية، يعني هسه أحزاب مدنية أحزاب علمانية متمسكة بإيران داخل العراق، يعني هذا مشكلة بلدنا. يعني ليش متمسكة هالقد بإيران ما متمسكة بدول أخرى إذا كان يساعدنا؟ المهم عقلية شيء آخر، مو عقلية طائفية، مو عقلية يعني يوقف كل شيء على شيء واحد، عندهم مرجع، عندهم شيء. أنا أحترم كل هاي الأمور، هاي الأمور كلنا كناس نحترم، بس بالآخر إحنا هم إنسان عندنا آراء مختلفة، لازم هم هم يحترمون هذا بلدنا. تتوقعين أستاذة لينا هسا كل أحزاب السياسية بنفس الانتماع عندهم هاي الانتماء لهذه الدولة أكثر من الدول التحالف الدولي؟ أو مثلاً شفنا يعني دولة فرنسا، رئيس فرنسا إجا إلى يعني نزل إلى الشارع، يعني رئيس وزراء لبنان ما يقدر بهذا الوقت ينزل على الشارع، بس هو نزل على الشارع. يعني بس انتماء الأحزاب السياسية إلهم لو إلى الدول الجوار. مثل ما بتعرفي يعني الأحزاب اللبنانية ما عدا اثنين أو ثلاثة منها هي أحزاب طوائف مرجعيتها طائفية، وطبعا حسب يعني ما حدا مرجعيته الشعب اللبناني أو المقيمين في لبنان، هيدي ما حدا معتبرها مرجعية. طبعا في ناس مرجعيتهم إيران، في ناس مرجعيتهم أماكن أخرى. أنا بالنسبة لي مرجعيتهم بحسها هي مصلحتهم الشخصية، هيدي اللي بتحدد لهم مرجعياتهم يعني. ولكن حتى يبقون بمكانتهم، تماما حتى يبقوا بمكانتهم. أنا بفتكر في شغلتين تغيروا، شغلتين أساسيتين، حتى إذا عم نحكي عن الحزب الكبير المسلح إلى آخره، واحدة في شغلتين أساسيتين يلي هي كل الأحزاب بفتكر فشلوا فيها برأيي، يعني ما بعرف إذا بيختلفوا معي زميلاتي من لبنان، ولكن أول شيء فعلا هن وعودهم لمجموعتهم الضيقة، وعود بالحياة والرفاه وإلى آخره، فشلوا فيها. يعني هني ما أمنوا فعلا الرفاه وإلى آخره، يعني أمنوا علاقة زبائنية مهينة جدا. يعني ما في شك إنه بعد في ناس متمسكة بزعماء للأسف، يعني بنتأمن لأنه تشفى وتوعى يوما ما، بس لحد الآن في البعض متمسك بأحزابه، ولكن الأحزاب فشلت حتى على نطاق ضيق كتير. هذه أول نقطة. النقطة الثانية إنه هذه الأحزاب معظمها رزان خاصة كهيئات نسوية بمتابعتنا يعني لقضايا النساء،
فشلوا أمام نساء، يعني ما قدروا حميوا نساء من جبروت المحاكم الدينية، يعني عرفت شو قصدي. فبالتالي يعني هن خيبوا ظن كتير من الناس اللي متابعين لإلهم، وبالنهاية الناس عم بتزيد أحوالها سوءا مش عم تتحسن. فيمكن هيدا أثر شوي بأنه يفكروا الناس أنه تبعية لهالأحزاب فعلا، حتى إذا كانوا عم بيعملوا حسابات معينة، هيدي الحسابات مش ظابطة. يعني هيدي الحسابات عداكي عن القهر والذل والإهانة اللي بتصور كل متابعين هذه، يعني عم بيشترون شراية، وهذا شيء بشع جدا. فبالتالي ما بعرف، أنا ما بحس إنه يعني أنا ما بحس إنه إلها مستقبل كتير كبير، خاصة وإنه مصادر تمويلها كمان بلشت تجف شوي، يعني في أزمات بلشت تجف شوي، فحتى قدرتهم لشراء ناس كمان عم بتخف. وبتعرف في بعض الأحزاب كمان يعني تشعبوا كتير وفتحوا دكاكين بكتير بكتير بلدان، يعني هيدا كله بده موارد. يعني فعلا يعني ما يسمى بجمهور حزب، أنا بحس إنه زم شوي لهالسبب، وزم شوي لأنه ما بقى في يعني ما بعرف، هيدا أحساسي مش ضروري، بس يمكن يعني عدم قدرتك إنه تحمي النساء في قضايا لها علاقة بطلاق وحضانة أطفال وعنف منزلي وتتركيهم عادي، يعني لأنه أنت أمتى بدك حزبك يحميك بهيدي القضايا اللي بدك يحميك فيها؟ وفعلا يعني معظم النساء بس تجي لهالمشكلة ما حدا يعني ما حدا بي إذا بدك ما حدا بيعمل لها معركتها إلا الهيئات النسوية، يعني ما بيجي إلا إجمالا. فبالتالي هيدي أول شيء، هيدي أحزاب لا يعول عليها، هيدي أحزاب عم بتفتش على مصلحتها وعم بتفتش على بقائها بالسلطة. ما بحياتنا سمعنا لها برنامج، ما بحياتها قالت شيء وصدقت يعني. وبنفس الوقت هي يعني هي جزء لا يتجزأ من كل هالفساد، وفعلا كل يعني ما حدا منهم فيه يقول انه انا محايد كنت او ما عملت شيء. على الاقل اذا شايف وكان ساكت، هيدي اقل شيء، كمان هي نفس الجرم مثله مثل غيره. ف انا بالنسبه لإلي يعني هؤلاء فعلا بارازيت، عم بياخدوا مكان، عم بياخدوا موارد، عم بياخدوا أوقات على التلفزيون، ولكن هن الإنتاجية تبعهم تحت الصفر، لبل بيأذوا أكتر ما بيفيدوا. ف يعني خاصة بفتكر يعني واضح كتير من بعد الثورة وهلأ، يعني إعادة إذا بدك التموضع إذا بدك وإعادة التفكير بأيها أنجع استراتيجيات للاستمرار بالثورة، هدول الأشخاص ما إلهم لزوم، أو إذا بدك استركتور ما إلها لزوم بقى، ما إلها عازي، هي وعلاقاتها الخارجية كلها ما إلها عازي، وهي من ضمن منظومة إنه يعني اللي كنت عم بحكي فيه من شوي، هن من ضمن الأشياء اللي لازم نتخلص منها، هي العبء يلي علينا، هي عبء علينا، إن كان من ناحية إنه ملزمين حالهم بتمثيل الناس بي 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 بالوزارات السابقة والآدمة، هن عبء وهن جزء من منظومة الفساد وهن جزء من النظام الطائفي. فبالتالي هن بنفس إطار فكرة يا نحن يا هن، صح، يعني نحن نبقى بهذه الطريقة لو ما نريد أي شيء آخر على الساحة السياسية. شكراً أستاذتي الغالية. هسا إحنا نروح إلى سيدتي وعزيزتي أمل. طبعاً أول شيء أنا ما أعرف شو أقول لك، أنت قلتي كل ليلة بس أني أنام ساعة وحدة، يعني هذا حالة نفسية شكد تأثرت عليكي، وأكيد تأثرت على الكل بصورة عامة. بس إحنا نفكر هسا، أنت الحمد لله بالبيت،
هسه هاي المرأة أو البنية كما عندها أي مكان وعلى الشارع وماكو مكان حتى يبقى بيها، شقد صعب عليها يعني هذا كلش صعب. وشيء آخر إحنا نعرف إذا كان هاي صارت هاي الكارثة انفجار المرفأ، أكيد انفجار بها ضحايا، ضحايا الأموات وضحايا هم إلى العوق. يعني إحنا نعرف شقد هسه نسبة العوق للناس كقريبة من هاي المناطق، شو صار وشنو وضع مستشفياتنا قبل يومين بانفجار مرفأ. انتشر الصور امرأة كانت عندها كورونا وراحت إلى مستشفى ببيروت، ماكو مستشفى قبل هاي البنية، يعني انتشر بالتواصل الاجتماعي وصارت هاي الحادثة. وبعد إحنا شفنا بعد هاي الحادثة كل هاي الأوضاع الصعبة، ناس كلهم يعني أجسامهم منقطعة، شو صار؟ إحنا نريد نسمع من أمل حتى نعرف شنو هسه وضع هذه أهلنا ببيروت، شنو وضع مستشفياتنا، شنو وضع نسائنا على الشارع. اتفضل. هاي مرسي كتير على هذا اللقاء، وبدي أشكر كل الموجودين وفكرتوا نعمل هذا اللقاء لأنه كتير مفيد. بس قبل ما بدي أعلق على جمانة ونينا، بس بدي أقول شغلي، نحن مشكلتنا الأساسية بلبنان أنه نحن اللي مسكين السلطة هني الأحزاب اللي مارست الحرب الأهلية وقتلت وجزرت يلي ظهروا من الحرب الأهلية واستلموا السلطة، ما حدا حسابهم، هو ما تعودوا حدا يحسابهم. سو قعدوا بالسلطة، قعدوا مراكز، بدل ما يطوروا أحزاب، الأحزاب تعيدوا تتطور ويتحولوا لأحزاب مدنية، كملوا بس ولكن بفرق أنه بطل ضبوا السلاح وشلوا الفساد من الجارور وقعدوا تغلغلوا بالدولة وعم يديروا الدولة ومسكين الدولة وعم يوزعوا الدولة ما بين اتفاق حصص موزعة بيناتهم لمصالح خاصة فيهم بمناصريهم أو بهيك. ولما نحن نزلنا ب 17 أكتوبر أو بالحركات السابقة كانوا دايماً يستخفوا فينا أنه هول نازلين ضدنا، أو يعني شايفين حراكنا أو تحركاتنا اللي نازلة عم تطالب بحقوقنا كمدنيين بيواجهوها باستخفاف ومسخرة، يعني ما بيعتبرونا نحن أهل لأنه طالب بحقوق مدنية لنا. هدول الأحزاب اللي كانت سبب الحرب الأهلية واللي مارست الحرب هلأ ماسكة بالسلطة، هي ذاتها عند المراجع رجال الدين كل واحد من عندهم. ونحن هلأ نحن بمواجهة هدول الأحزاب مع رجال الدين اللي هن غطاء الديني اللي بيحمي هدول الفاسدين. صراحة هن تحالف ما بين مجموعات فاسدة قادت بالحرب عم تمارس القتل بالحرب الأهلية، انتقلوا من الحرب الأهلية لاستلام السلطة، تآلفوا مع رجال الدين بغض النظر شو ما كان رجال الدين وكملوا نهب الدولة لهيك. لو وصلنا لحد مجزرة المرفأ يلي هي مجزرة مخيفة وهائلة، أنا عشت الحرب جزء منها وبتذكر إشياء ولكن ما مرق على راسي مثل انفجار المرفأ. كان الانفجار مخيف، نحن فكرناه زلزال عم يضرب مدينة بيروت، بعدين افتكرنا الانفجار حدنا، كل واحد ببيروت افتكر الانفجار حده لأنه اللي صار منه طبيعي. حجم الدمار الهائل ما قادرة كيف ما ببرم ببيروت عم شوف دمار كبير وشامل. يمكن شفنا غالبية الدمار هو بمنطقة الأشرفية ولكن الامتداد هائل وشاسع. ليلة الانفجار الدولة ما كانت موجودة، ما كان في غياب تام للدولة. الدولة لما عم نحكي عن الحكومة، الجيش، العسكر، الأمن، البلديات، غيبوا وكأنه نحن عايشين بدولة، مش في دولة كيان بديروا مجموعات مدنية. لو ما المجموعات المدنية نزلت على الأرض وأنقذت الناس وساعدت بنقل الجرحى كانت الناس أعداد القتلى أكثر من هيك، كانت الأعداد رح تكون أكثر من هيك. لأنه كلنا شفنا الفيديو لأول مرة، يمكن بيكون الانفجار لايف، شيء ما بيتصدق، شيء مثل الزومبي، كأنه عايشين بمكان آخر. وضع المستشفيات سيء، في 3 مستشفيات ظهروا من الخدمة كومبليتلي. في أصلاً كان في من قبل كان في وضع مأساوي بالبلد، من هو وضع انهيار اقتصادي متراكم
نتيجة الفساد وغياب الخدمات البلد. أول شيء نحن غالبية الشعب اللبناني ما عنده لا تأمين صحي ولا عنده ضمان، سو بنتعالج وبنتكلف نحن من جيبتنا. وأغلب الناس يلي عم بيروحوا على المستشفيات بيقولوا لي كورونا، عم سكروا البلد عدة مرات بسبب الكورونا. قال لي يتجهزوا ويتحضروا. وين المستشفيات بالمناطق؟ في مستشفى واحد للكورونا ببيروت يعني معبى. ما بيصير، هيدي الدولة سكرت البلد ثلاث مرات، حاربنا الكورونا ونجحنا بحارب الكورونا، وطلع وزير الصحة دبك ببعلبك واحتفل انه حارب الكورونا، وهو اول شخص ما التزم بمعايير التباعد وقاعدين عم ينظروا. فالناس بوضع سيء جدا. نحن هون انا بالنسبة لي بعتبر مش بس اجت الحادث، نحن المصيبة مش هون لحظة الانفجار، في مصيبة تانية بعد الانفجار. في ناس فقدت أشغالها، في ناس فقدت بيوتها، في ناس فقدت مصدر رزقها، في ناس تضررت جسدياً، في ناس فقدت عيونها، في ناس فقدت أطراف. وهدول الناس أنا عم تتصل فيني، ناس عم يسألوا وين بدنا نلاقي كراسي، وين بدنا نلاقي عكازات، وين بدنا نروح، وين بدنا نجي. الدولة بمطرح آخر بيقولوا لك إجت مساعدات، عظيم إجت مساعدات، ولكن المساعدات مش هي بس الأساس. الشغل على الأرض، الشغل على الأرض عم يقوموا فيه المجتمع المدني والنساء والمتطوعين، ولكن هيدي الدولة غائبة كلياً، ما حدا منهم تجرأ ينزل يشوف الناس أو يطلع عليهم. لا زاروا الناس ما حدا زار الناس بالجرحى بالمستشفيات، ما حدا زار المناطق المتضررة. حتى إيفن لما طلعوا رئيس البلدية والمحافظ يحكوا عن الأضرار ببيروت ذكروا شارعين. أنا اضطريت أبعث لهم أنه لا، الأضرار واصلة لكل بيروت، إذا بتبرمي بيروت كلها بكل، حتى واصل لبرات بيروت لضواحي الشماليه، ما بعرف بالضواحي الجنوبيه اذا في لحد الضواحي الشماليه في اضرار وازاز مكسر. هدول مش عارفين حجم الدمار، لحدا منهم برم، ما حدا برم ببيروت ليشوف الكارثه الكبيره. وفي ناس فقدت بيوتها، في ناس على الطرقات، في ناس في مصيبه كبيره نحن رايحين عليها. الكبيره مش الانفجار حصل، ولكن المصيبه الاكبر هي بعدين. هيدا ما بعرف هذه السلطة كيف رح نواجهها ونغير، ولكن ما كتير بقى عندي أمل منهم، لأنه هني كل مرة بيعيدوا إنتاج نفسهم بيلاقوا تسوية، وبيجوا المجتمع الدولي للأسف بيعيد إنتاجهم، بيساهم بإعادة إنتاجهم، لأنه المجتمعات الدولية هي مصالح دول، وعم تطلع أنا متأكدة إنه رح تطلع براسنا، لأنه رح يرجعوا يوصلوا لتسوية ما مثل ما وقتها لزموا لبنان لسوريا لما أطاحوا بعون بالثمانينات. هلأ ممكن يكون في تسوية، تسليم البلد، تلزيمه لشيء، يمكن يسلموا القرار ويسلموه ما بعرف لمين، ولكن هذا دايما رح يكون لما بيتم تلزيم البلد لكيان إن كان محلي أو إقليمي، دايما بيكون الضحايا هن المدنيين والنساء غالبا، والأكثر المجتمعات الأكثر تهميشا يعني هن المعوقين والمعوقات والناس الأقل حظا بالدولة بالكيان. سهول الناس رح تروح عليهم، نحن اوريدي خسرانين، رح نخسر اكثر، رح نفقد اكثر من حقوقنا، رح نفقد اكثر، حتى ما بيعرف يتعامل مع الامور هذه كلها. في جانب انساني كثير كبير وخطير رح يصير اذا صار تسويه، من دون النظر باي امور تتعلق بالافراد والنساء، ونحن خاضعين لتركيننا هيك للقدر للاسف، وما حدا عنده حس المسؤوليه بتطوير او تحسين الكيان. سو الحركات المدنيه ما بفتكر عندها القدره بمواجهه افراد كانوا امراء حرب وكانوا زعران وحملوا سلاح، لهلا بدنا نواجههم بهذا وهن اصلا مش قابليننا جد، يعني للاسف ما بدي حتى معنويات الناس، ولكن اللي صار هيدا هو الحقيقه المره اللي نحن فيها، وعم بيعيدوا انتاج نفسهم دائما. هذه من النقاط اللي انا حطيتهم. الشغل على الأرض والإغاثة كبير، ولكن والدول كاتفت يعني هسه موجود، يعني إغاثة هسه موجود للناس طبعا، ما في غياب، ولولا المجتمع المدني والحركات اللي على الأرض والنساء اللي هم أولى المبادرات والنزول على المساعدة، يعني توزيعات من قبل منظمات المجتمع المدني كل مثلا طبعًا. الاغاثه طبعا ايه طبعا اللي عم يصير، اللي عم نعرفه نحن كيف عم يصير كيان، يعني لما تشكل ببلديه بيروت وعلى اساس استلم الجيش صار في نوع من الاعتراض انه لازم يكون في كمان جمعيات محليه ترفع على التوزيع.
أصلاً الدول الأجنبية مع الخبر أنه يفضل تسليم المساعدات لجمعيات معروفة كبيرة ويتم توزيعها من خلال الجمعيات، لأنه أصلاً دولياً معروف أنه الدولة كان عم يتم نهب المساعدات، ثم ما بقى عم تروح لألون المساعدات للدولة، عم تروح لمؤسسات وعم يتم توزيعها، وهذا الشيء كتير منيح، وعم يكون في كواليشن أو ناس عم تتصل ببعضها، فيك أنت تساعد بهون أنا بقدر أساعد بهون، سو دايماً في ناس بتخبر بعضها، في كتير مجموعات عم تتواصل مع بعضها، اللي ما بيقدر يعمل هذا الشيء في مجموعة تانية بتقدر تعمله، وفي ناس كتير صاروا بيبعتوا مصاري من برا لجمعيات مباشر وهن عم يتم توزيعهم، لأنه هذا الشيء كمان عم يخافوا ينبعتوا عن طريق المصارف عم يصير طرق ملتوية لتأمين المبالغ لبعض العائلات، لأنه مباشرة أموال، لأنه في ناس كانوا بحاجة لتصليح التلفزيون، تصليح البراد، تصليح الغاز، أشياء حاجة ضرورة للناس، فهذه كمان شغلة من الناس عم يخترعوا طرق لمساعدة بعضهم، الناس عم يخترعوها مش الدولة، الدولة كوما وضعيفة جدا للأسف، هذا الوحدة من الأشياء اللي أكرر سؤالي مرة أخرى. هذه المساعدات الدولية مثلا أغلب الدول هساعدهم المساعدات، هاي المساعدات إذا كان من قبل الدولة أكيد يوصل إلى الدولة مو عن طريق منظمات المجتمع المدني. توقعون بهذا الوقت لبنان بلا دولة، شلون يوصل هذه المساعدات إلى الناس؟ شلون الناس يقدر يستفاد من هذا؟ فعلا هذا أغلب المساعدات مثلا لبناية، لتصلح البناية، للأراضي، للشوارع مثلا، توقعون بهذا الوقت بلدية بيروت يقدر يعني يسوي هاي المهمة، أو يتوقعون أحزاب السياسية مرة أخرى يتدخلون بهذه المساعدات حتى مرة أخرى عن طريق هذه الأحزاب السياسية يطبقون هذه المساعدات؟ لأنه إحنا نعرف هسه أكو مسألة مثل العراق، إحنا بيوشك انتخابات بالعراق، انتخابات مبكرة على أساس هم بدولة لبنان هم يسوون انتخابات مبكرة، أكيد هذا هم أحزاب سياسية على الساحة وإحنا نعرف شلون هم يتعاملون، أكو خوف من هذا مرة أخرى هاي الأحزاب السياسية يسيطرون على هذه الأموال؟ أوكي، اللي صار هو أنه كان محافظ بيروت عين مستشار لإله، وهذا المستشار عين المحافظ للإشراف وجمع معلومات وتوزيع المساعدات، وهذا الشخص ينتمي سياسياً لجبران باسيل للتيار الوطني الحر، فتم اعتراض عليه، وأنا واحدة من الناس اللي كتبت وقت ما قال، ومرتين، مرة رديت على تصريح ومرة اعترضنا، لأنه الاعتراض كان أنه أول شيء مين ليش بده ينسمح بجمع معلومات عن الأفراد الأفراد اللي عم يتلقوا المساعدات، وجمع معلومات عن عن الجمعيات اللي عم توزع المساعدات، وجمع معلومات عن الأماكن، سو هيدا الشيء هون في خوف كتير كبير، جمعية صغيرة مش معروفة من بيروت، وجمعية مش يعني لو قلنا كاريتاس بفهم مؤسسة كبيرة كتير وممكن يكون، ولكن لما بتجي جمعية صغيرة من خارج بيروت وبنعرف إلا انتماء سياسي تكلف بهذا الموضوع بالإشراف والتنسيق، سو ساعتها قامت القيامة، لأنه نحن كيف بأي حق وشو بيضمن إنه هذا الشخص اللي تولى عينه المحافظ محافظ بلدية بيروت عينه ليشرف على هذا الموضوع؟ كان الاعتراض شو اللي بيضمن انه هذا الشخص ما حيستغل اول شيء الداتا، يستغل المعلومات ويستغل الناس، لانه الناس بحاجه للمساعدات، سو انه هو راح يوزعها بطريقه عادله، شو بيضمن انه الداتا راح توصل للحزب السياسي تبعه؟ كان كثير اسئله طرحناها، فبعدين رجع تدخل الجيش، لانه بيروت انت بتعرف بيروت تحت حاله الطوارئ، في طلع كان قرار وضع بيروت تحت حاله الطوارئ وتحت اشراف الجيش، فرجع تدخل الجيش وانه الجيش هو اللي رح يشرف على توزيع المساعدات، اي مساعدات بتجي، والجمعيات مطلوب من الجمعيات تقديم اوراق تسجيل حاله ضمن البلديه، والبلديه ممكن تطلب من هيدي الجمعيات توزع. شو اللي صار؟ سو كفي محاولة، ولكن تم اعتراض عليها من كثير جمعيات ببيروت وأفراد بعدم تكليف هذا الشخص. هسا عندنا مجموعة من الأسئلة،
أكو... بس أنا فيني أعلق شوي على موضوع الإغاثة إذا ما في إزعاج. لا بالعكس يعني بكل بساطة بكل بساطة إذا بدنا نحكي بواقعية وبكل موضوعية، الإغاثة أكبر بكثير من قدرة منظمات المجتمع المدني بلبنان وحتى من قدرة منظمات الدولية الموجودة في لبنان. الإغاثة يلزمها تدخل واضح من قبل الأمم المتحدة بكل مؤسساتها. الدولة غائبة غائبة تماماً وعاجزة، يعني الانفجار الكارثي يمكن فضح عجز الدولة أمام المجتمع الدولي. نحن كنا بنعرف إنه الدولة عاجزة بكل مؤسساتها بما فيها حتى البلديات وبلدية بيروت. يعني بلدية بيروت حتى ما كان عنده مخطط للتسفيد ببيروت، بده يكون عنده مخطط لإعادة إعمار نصف مدينة مدمرة على الأرض. أنا بعتقد إنه الموضوع أكبر من قدرتنا وفي خوف، وأنا كتير خايفة نوصل لهالموضوع بظل عدم وجود ثقة من المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية. بدهم يمرروا المساعدات من عبر منظمات المجتمع المدني. أنا برأيي هيدا بده يكون له أثر كتير سلبي على منظمات المجتمع المدني، لأنه تمويلات خيالية رح تأثر على عملهم. أولاً الانتقال والتحول من المساءلة والعمل الضاغط والتنمية إلى الإغاثة، هيدا دمار شامل لمؤسسة مجتمع مدني. ونحن يعني أنا عم أقوله وبعرف أنه يمكن كتار رح ينزعجوا من اللي عم بحكي، بس نحن اشتغلنا إغاثة خلال الحرب الأهلية، واشتغلنا إغاثة خلال عدوان الإسرائيلي ب 82، وبقينا من 82 ل 92 نشتغل إغاثة لأنه كان في ضعف للدولة ولم يكن بالحجم يلي هو موجود اليوم. المجتمع المدني بقى بعد اتفاق الطائف من 92 يمكن لل 2010 وهو عم بيخوض الصراع داخله من أجل التحول من الإغاثة إلى التنمية. هيدي الإغاثة اللي هلأ عم يوعدوا فيها الناس بالتمويل عبر المجتمع المدني، هيدي رح تضعف ورح تأثر سلباً على دور المجتمع المدني، خاصة إنه أكبر بكتير من طاقته. وأكثر من هيك أنا بقول، يعني أنا وقت اللي أول ما صارت الكارثة ونزلنا وشفت الناس، أنا بصراحة بكيت، وكتار من اللي شفتهم قلت لهم زدتوا المكنسة من الأرض وروحوا صرخوا، بدنا تغيير، بدنا استكمال ثورتنا. نحن حلمنا ببناء دولة، شغلة الدولة هي اللي تيجي تقوم بهالمسائل. ما عملنا بصراحة عمل ضاغط على الدولة بموضوع الإغاثة. وأكثر من هيك وصلت الوقاحة بالدولة، جايين يسألوا المجتمع المدني ليه ما عم بيقدم، راح عند الناس عمل كشف ليش ما قدم لهم، انه يعني قلبوا الموضوع. و عندي خوف من البنك الدولي انه يمرر عبر المجتمع المدني، لانه ما بده يعطي الدوله مصاري، وراح يكون هيدا التمويل عبر المجتمع المدني كثير اثاره سلبيه على قوه تاثيرنا، وراح يزيد اكثر بالفتره يلي نحن ما راح نكون قوه ضاغطه مؤثره على الدوله. انا بالنسبه لي نحن بقدر اهميه اعاده ما تدمر، بقدر أهمية استكمال معركتنا لبناء الدولة المدنية، الدولة اللي قادرة تحمي مصالح كل الناس وقادرة تحمي حقوق الناس، الدولة اللي فيها ورشة تبديل تغيير مرعبة على مستوى سياساتها، على مستوى تشريعاتها، على مستوى عملها. نحن دولة طائفية، بدنا ليكون في حقوق إنسان، وهذا شيء اللي برجع بأكد عليه وأكدت عليه لينا. ليش الحركة النسوية بلبنان حركة جذرية؟ لأن مؤمنة بالعلمانية بوجه النظام السياسي الطائفي، والذكورية والطائفية وجهان
كارثة واحدة، وجهين لاستبداد واحد. من هيك نحن معركتنا ليست فقط ذكورية، وإنما أيضا مواجهة النظام السياسي الطائفي اللي وصل الآن بكل أسف كل وجوهه مربوطة بدول خارجية، وأصبحت عم بتدافع. يعني الانفجار عمق من تدويل الأزمة في لبنان، بس من الأساس كل الطوائف رابطة مع جهات خارج لبنان. ما عاد عنا طبقة سياسية وطنية في لبنان، مرتهنين للخارج. وأنا بالنسبة لي الخارج كله مثل بعضه، ما بيفرق لا المشروع الإيراني عن المشروع الأمريكي عن المشروع السعودي الرشعي اللي طول عمره، عن حتى هلأ المشروع التركي يلي موجود، كلياتها مشاريع ليست لمصلحة البلد وليست لخدمة البلد، هي لترسيخ نفوذ هذه الدول بما فيهم النفوذ الأوروبي. وميترا ومش ميترا رئيس الجمهورية الفرنسي إجا على لبنان ونزل ومسك إيدين العالم مشان يرجع الدور الفرنسي إلى لبنان، وليس من أجل إعادة بناء ما تهدد في لبنان. العالم عم بيشهد صراع على النفوذ في هذه المنطقة، وكله عم بدور على مصالح. وأنا بدي أعطي مثال بسيط، يعني ربحونا جميلة إنه إجوا عملوا الروس مستشفى عسكري في لبنان لمساعدة الضحايا. بعد 10 أيام من وصول هالمستشفى الميداني نزلت أنا أخذت صديقة على المستشفى، بيقولوا لي فكوا المستشفى ورجعوا على روسيا. إجوا تصوروا وقالوا إنه الدور الروسي لازم يكون موجود في لبنان، وبس خلصت الكاميرات وخلص توزيع الإغاثات حملوا حالهم وفلوا. كلهم عم بيدافعوا عن مصالحهم في لبنان، ما حدا عم يحكي بمصلحة الشعب اللبناني. والأمل الوحيد لقلنا مثل ما قالت لينا بالضبط هو خروج الناس من طوائف، وعدم الاستفاف وراء زعماء الطوائف. كلهم خذلونا، وهيدا شعار ثورتنا كلهم، يعني كلهم كل زعماء الطوائف وكل الطوائف خذلت الشعب اللبناني وفاسدة سياسيا فاسدة طائفيا. الأمل أنه فعلا الناس تخرج من هالاستفاف الطائفي لأوسع هيك إطار موحد من الناس ضاغط من أجل التغيير. إذا بدنا نفكر بأمل داخلي، هو هالأمل أنه فعلا الناس تعرف أنه مصالحها بأنها تنزل الدافع عن حقها بإيدها. وهذا اللي بدأنا نعمله بثورة تشرين، يمكن اللي كسر كتير صور نمطية سائدة، كسر كتير تابوات. ما في زعماء سياسيين يعني كانوا رمز بلبنان بتماني أيلول علقنا لهم مشانهم. أنا لو أني أنا ضد الإعدام، ولكن في ناس وصلوا رسالة قوية لقلهم سنحاسبكم. وأنا برأيي نحن كلنا لازم نحاسب، ولازم نكون عم نفكر كيف ممكن تكون أو قضايا النساء من ضمن مسائل المحاسبة يلي بدنا تصير. نجحت الحركة النسوية بلبنان بكتير يعني حجم كبير، بأنها جعلت مطالب المرأة النساء هي جزء من مطالب الثورة طبعا. وأنا برأيي هيدي كانت قوة ضغط كتير كبيرة، وهيدي ما كانت بتصير لولا تراكم النضال النسوي لأكثر من 20 سنة. يعني أنا بقول من لما تحولت الحركة النسائية، ولينا بتعرف قديش تعبنا لنحول الحركة النسائية إلى حركة مطلبية
ضاغطة وكيف ممكن تصير الحراك النسوي حراك اجتماعي ضاغط. بتذكر قديش ناضلنا ليكون عندنا الشبكة النسائية اللبنانية اللي قلنا بدنا اياها تكون شبكة مطلبة، لانه كانت الجمعيات تشتغل إغاثة وكنا غرقانين بالإغاثة. اليوم انا بقول هالشي اسمر بانه في وعي اصبح في المجتمع لقضايا النساء، صار في وعي بالمجتمع بعلاقة المساواة مع الديمقراطية، باعتبار حقوق النساء هي أساسية من أجل حقوق الإنسان. حقوق النساء على بالمستوى الحيز الخاص بقوانين الأحوال الشخصية هي حجر الأساس لبناء دولة المواطنة، وليس فقط من أجل بناء المساواة بين النساء والرجال في العائلة، لا، هي الأساس ليكون عندنا دولة مدنية، هي الأساس ليكون عندنا دولة، ليكون عندنا مواطنة كاملة بين النساء والرجال، لأن قوانين الأحوال الشخصية بتميز مش بس بين النساء والرجال، بتميز بين النساء والنساء. طبعا يعني في امرأة عندها حضانة ابنها سنتين، وفي امرأة حضانة ابنها 15 سنة من طائفة أخرى، وين المساواة اللي عم نحكي عنها؟ الأحوال الشخصية مش بس الطلاق إذا كان يرجع إلى المذاهب طبعا مشان هيك يمكن قوي كتير مطلبنا، المطلب التاريخي للحركة النسوية بلبنان، قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يلي كان العنوان الأبرز بالحراك، بالإضافة إلى موضوع الجنسية، حق المرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية لأسرتها كان من القضايا يلي حملوها كل الحراك، كان حملها بكل المناطق. وأنا أكيد يعني كلنا كنا عم نشوف، لينا أكيد كانت عم بتتابع وكانت بالشارع، مش كنا عم نشوف، نحنا كنا بالشارع وكنا هيك بمطارح. دنيا ما كانت ساعتنا أنه أو أنه قضايا النساء ومطالب النساء، مطالب الحركة النسوية تاريخيا خرجت من أنها تكون مطالب نسوية وكانت مطالب الحركة التغييرية في لبنان، المشاركة السياسية، الكوتا، يعني كان مطلب أساسي من مطالب الثورة. وأنا برأيي هون نقطة قوة الحركة النسائية يلي أنا خايفة عليها تروح بالعمل الإغاثي، لا لا رغم محمد. كل الحاجة للإغاثة، عشان انا بقول الامم المتحده تتفضل. صحيح، هذا رايي. طبعا اكيد عندكم هم توضيحات، بس اذا كان بس اريد احكي دقيقتين على وضع العراق بصوره عامه. احنا بالعراق انتم تعرفون نفس الشيء، طوائف موجود، مكونات واحزاب سياسيه شقد تاثروا على هذه الدوله. وطبعا حتى احنا عندنا مشكله اخرى هم اختيار الاحزاب السياسيه، اختيار النساء كقيادين في هذه الاحزاب السياسيه لازم افكارهم افكار ذكوري. اغلب النساء داخل هاي الاحزابنا كموجودين هسه احنا داخل مجلس النواب عندنا تقريبا 84 امراه. نريد نشرع قانون حمايه من العنف الاسري. داخل لجنة المرأة عندنا 13 نساء بهذه اللجنة، 5 من هذه النساء من حزب معين إجوا إلى هذه اللجنة حتى يعرقلون أمامنا ما نقدر نشرع هذا القانون. يعني هذه أمثلة. مشكلتنا هاي الفكرة النسوية كموجودة لدينا، وإحنا عندنا هاي الروحية حتى شلون المرأة تقدر تطلع من البيت بهذه الأفكار. إحنا نعرف بكل دولنا رجال فشلوا، هذه كل الدول رؤسائهم رجال، رؤساء الثلاثة رجال فشلوا بإدارة الدولة، فاسدين كلنا، هذا معلوم لدينا. يعني وهم ما يقبلون، حتى إحنا بالعراق ما عندنا وزارة المرأة، ما عندنا هيئة عليا للمرأة، حتى مستشارة الرئيس الوزراء امرأة، عقلية رجال. فكر بمثل يمكن هسه رئيس الوزراء أحسن تفكر من هاي الإمرأة. مع الأسف هذا دولنا. أما
بصورة عامة أنا كلش متفائلة، لأنه ببلدنا بنفس الشيء إحنا نقول ثورة مالتنا نساعدهم دور كبير جداً بكل هاي الظروف الصعبة. شقت من النساء خطفوا قتلوا، هسا الأسبوع الماضي داخل البصرة دكتورة قتلوا، لأنه أكو نائب دا بلقاء التلفزيوني تقول هي ما عندها حق تزور وزير تزور سفير الأمريكي. أنت شنو نائب؟ يعني إذا كان أي شخص عراقي زور وزير السفير الأمريكي لازم أنتم تقتلون؟ يعني هذا الأشياء كلش صعبة داخل البلد. هسه ميليشيات عندهم دور كبير، وانفجارات موجودة وخطف موجودة. يعني ظروف بلدنا احنا نريد نحو الأحسن، حتى هاي الطائفية وهاي الأحزاب السياسية كعدهم انتماء إلى دول الجوار وتحالف الدولي ودول الآخر، ما عدهم انتماء إلى دولة العراق. أغلب الأحزاب السياسية، أغلب القادة السياسية، هذا مشكلتنا داخل بلدنا. ونسائنا متعرضين إلى كل إهانات كل يوم. حتى مثلا عندك باللقاء التلفزيوني، هذا الإعلام لازم رجل ديني أو من حزب الإسلامي مقابلك، حتى أنت دائما بالصراع، موشي حتى تقدرين تحكين براحتك بأي مكان، وأنتم هم نفس الشيء. بس بصورة عامة إحنا نفتخر بهذا الجهد، بهذه القوة للمرأة بكل هاي المناطق العربية، وخاصة مرأة بلبنان بها دور كبير، وهم بالعراق بالأواخر إحنا شفنا شقد عندهم دور، ويقبلون يموتون بس ما يقبلون هذه القرارات الأحزاب مع الأسف أقول طائفية دينية كي بقوة عندهم كتم لهذه النساء كموجودة على الساحة السياسية بصورة عامة. إذا أنتم عندكم أي أسئلة، عندكم أي استفسار آخر، حتى إحنا نحكي بالتفاصيل، بس بالآخر إحنا النساء كلنا لازم نساند البعض. وأنتم كمرة أخرى أقول نساء اللبنانيات أمثلة إلنا. أني مليون مرة أقول أفتخر كعندي هاي المجموعة من النساء أساتذتنا، قوتكم قوتنا، هاي الإرادة القوية إرادة إلى نساء الآخر بالعراق أو بأي منطقة. اتفضلي سيد مازن. أنا بشكركم جميعاً، وحقيقي كل يوم أنا شخصياً يعني بفتخر إن أنا جزء من الحركة النسوية في المنطقة دي، لأنه الوضع اللي حاصل دلوقتي هو إزاي دينا بتتكلم عن الوضع في مصر ووضعنا، ورزان من العراق ومن إقليم كردستان بتتحدث عن ما يحدث في العراق تضامناً مع النسويات اللبنانيات. أنا أظن إن هي دي القيمة الأعظم اللي متعلمها كنسويات، هو فكرة إن إحنا إزاي حركة جامعة وتقاطعية زي ما الكل اتكلم، وتقاطعية ليس داخل الوطن ولكن في هذه المنطقة بكل تعقيداتها وعرقياتها وطائفيتها وكل الظلم اللي بتمر بيه. وفي هذا الإطار الصراحة من كل الكلام اللي أنا سمعته واللي إحنا سمعناه، أظن إنه ده كمان جزء من بداية الملتقى واستمراره، إنه يبقى بيجمع النساء دي مع بعض سواء في لقاءات علنية أو في نقاشات جانبية في تبادل الخبرات دي. بس خلوني أفكر أنا معاكم كده، وإحنا بنتكلم عن وضع لبنان حالياً كيف يكون تضامن فعال، وكيف يمكن للملتقى ولتلك النساء الرائعات إن هم يكملوا بهذا الشكل. كل الاتفاق مع اللي تقال حوالين إنه إزاي الحركة النسوية هي حركة مطلبية وهي حركة سياسية في مقامها الأول، فكيف نمارس حركتنا السياسية كمان دون البعد عن الجزء التنموي والإغاثي أو المحلي أو الجراس روت زي ما بيقولوا، وإزاي كلنا بنشكل هذه الحركة، لأننا حركة في الآخر من النساء وإلى النساء، واللي هم
كل النساء زي برضو مجموعنا ما تكلمت والصديقات الفاضلات حوالين، ليس فقط النساء اللبنانيات ولكن من يسكننا لبنان حاليا. بفكر معاكم ازاي الملتقى وازاي احنا نبقى قوه جامعه، انه مثلا نعمل مبادره من الملتقى، من نساء الملتقى اساسا من لبنان، وتضامنا من النسويات والسياسيات الموجودات خارج لبنان زي الرزان من العراق او اللي عندكم خبره دوليه في المناصره، ازاي نكون مجموعه ازمه. الفكره الاساسيه في تاسيس الحركه النسويه وادراكنا في سياسه الحركه النسويه هي ان الحركه النسويه في الاخر هي اللي بتعرف تجمع الناس، هي بتعرف تجمع الناس لان هي حركه من النساء والى النساء، وان هي حركه في قيمتها النسويه هي بتجمع النساء من كل الطوائف ومن كل الابعاد ومن كل الاشكال علشان هما بيتفقوا على حاجه. ولنا في تجارب العالم والمناطق ومناطق الجنوب زي مثلا ما حصل في رواندا، رواندا طلعت من الازمه وزي ما كانوا صديقاتنا اللبنانيات بيكتبوا الفتره اللي فاتت من قلب الاحزان تولد الثوره، هو من قلب الازمه والوضع البشع اللي حصل في رواندا تكون مجموعه قدرت تحاسب وقدرت تضع قضايا النساء على الاولويه، وقدرت مثلا تكون مجموعه ازمه سياسيه بتتحدث فيها عن احنا جربنا الرجاله وبفسادهم وطائفياتهم وكل الحاجات، خلونا نجرب النساء السياسيات، النساء السياسيات اللي عندهم بعد جندري وبعد نسوي اللي يخرجنا بره الحاجات دي، لحد ما وصلنا اللي ابتدت بكوتا، لحد ما وصلنا دلوقتي ان رواندا بلد اغلب برلمانها نساء بدون كوتا بالانتخاب. الشعب اطمن للنساء بعد الأزمة مش قبل الأزمة، فازاي مثلا نبتدي نطرح تجربة، نطرح مبادرة سياسية مرتبطة بتمثيل النساء في الحكومة، تمثيل النساء لو في حكومة انتقالية أو أزمة، تمثيل النساء في الوضع الانتقالي. ده مثلا من الأفكار اللي أنا بفكرها معاكم، إزاي يبقى هذا الصوت من النسويات من الحركة اللي هي السياسية التي تعبر عن النسويات وقضايا النساء، ولكن أيضا تعبر عن هذا الشعب ومن يسكن لبنان نساء ورجالا، إزاي يبقى صوت قوي وفعال في المناصرة الدولية. وفي يعني احنا المفروض لبنان جاي لها زيارات من دول مختلفه، ماكرون جاي قريب، ممثل اظن ديفيد شانكر من الولايات المتحده جاي قريب، ازاي يبقى عندنا مطالب مش ان احنا بناخد مساعدات او الناس بتاخد بايدينا، لا ازاي ان احنا نبقى في وضع سياسي للتفاوض و التواجد السياسي، وأيضا في السؤال حوالين المساعدات والدعم. إن لم نثق في الحكومة كيف يوصل الموارد، لأنه البلاد تتقدم بالموارد والحركة النسوية تحتاج موارد، لأنه النساء تحتاج موارد، المطالب مهمة ولكن في المقابل الخدمات أيضا مهمة. إزاي يبقى في طرح من تجارب مختلفة، العراق يعلمونا، العراق كانوا لسنين طويلة داخل هذا الوضع، إزاي تعاملوا مع ده بكل الإشكاليات اللي طرحتها جمانة واللي أنا متفقة معاها في شكلها العام، ولكن أيضا كيف يمكن أن نصل لتجارب أكثر فاعلية ونتعلم من أخطاء غيرنا وإزاي نكون ده. فهل يمكن أن يكون بعد هذا اللقاء هو بداية لمبادرة من الملتقى من نساء؟ ولينا أبو حبيب لو توافق تبقى معنا يعني، والنساء هذا الملتقى لتكوين صوت نسائي نسوي راديكالي، وراديكالي ليس أن إحنا لسنا سياسيات لكن سياسيات راديكاليات، نطرح قضايانا وأسئلتنا وخطبنا محليا واقليميا ودوليا، ونقدر يمكن نكون السبب ان احنا ناخد البلد دي ونطلع بيها يعني. ومبدا كلهم يعني كلهم ممكن تبقى النساء هم كلهم يعني كلهم مع بعض. مازن فيني بس عقب بدقيقتين على اللي قلتي؟ تفضلي. اوكي شكرا كثير. شكرا كثير مازن.
مش بس أنا بيسرني وبيشرفني يكون معكم. وبس بدي أقترح شغلة مرتبطة باللي حضرتك قلتي لأنه بفتكر كتير مهم. على فكرة صديقاتنا العراقيات بيقولوها بغير طريقة كلهم، يعني كلهم شلع قلع أو قلع شلع، كلهم قلع شلع شلع قلع شلع كلهم شلع قلع كلهم ما نريد. مثلا اللي عم تطرحيه كتير مهم وكتير مهم كتير ضروري، وبفتكر يعني توقيته كتير أساسي. يعني ممكن يكون إذا بدك طلع من وحي لسوء الحظ، يعني مجزرة بيروت. أنا بفتكر طبعا لازم نعمل، لازم نكون سوا، وإذا بيوافقوني صديقاتي من لبنان لازم نكون سوا بمبادرة نسويات، نسويات تؤمننا بالنسوية التقاطعية، مش مجزئين أو إلى آخره، ولكن نسويات تؤمن وتعمل بإطار النسوية التقاطعية. والمبادرة يجب أن تكون يعني شو هو إذا بدك يعني it's beyond هلأ reform، مش بس يعني لا يكفي بقى هلا، لا يكفي بقى الإصلاح، يعني الترقيع والتجميل خلص خلص وقته. أي تغيير اللي بدنا إياه. وبتصور المهم يعني بتعرفي كتير بلداننا وحكامنا وأنظمتنا بيحبوا الخصوصية، إنه هاي خصوصية العراق وهاي خصوصية لبنان. لا، ما في خصوصية، نحن كلنا بهالقرف اللي هو نفسه اللي حاطيننا فيه، فقط نحن تميزنا بهالمجزرة بس، يعني هيها بتصور. ولكن بالجذور عم نحكي عن نفس الشيء، عن نفس الأرضية الذكورية القمعية الدينية الكلة فساد آخره. فبرأيي يجب أن تكون المبادرة طبعاً منطلقة من موضوع المجزرة، ولكن لا تقتصر على لبنان، يعني لا تقتصر على لبنان، لأنه نحن عم نحكي عن كذا بلد عربي فعلاً مأزوم، وكل نساء مأزومات بشكل ومأزومات بنفس الأسباب. وهذه المبادرة متجهة إلى الخارج. نحن يعني إذا توافقوا معي بس نحن خلصنا حكي مع أنظمتنا، خلص يعني انتهى الكلام، ما بقى فيه، يعني هني قطعوا فعلا أي مجال للكلام. افتكر جمانة بتعرف نحن من نفس الجيل، إنه أمضينا عقود بمحاولة الضغط والحكي والإلى آخره. هيدول أنظمة انتهى الكلام معهم، ما بقى بينحكى. هيدي أنظمة ما بتقدر تتصلح، إذا بلشوا يعملوا إصلاح صغير بدون يقروا كلهم. Exactly. يعني مشان هيك وقت اللي حطوا لنا بلبنان 6 نساء بالوزارة، بصراحة بعتقد لأنه فرحنا، يعني لأنه عارفين إنه على كل انطلاقة من مجزرة بيروت، ولكن تحاكي كل قضايا النساء المأزومة بهالمنطقة، وتتوجه إلى الخارج من ناحية تأثير الخارجي علينا، من ناحية كمان أنا يمكن بوافق، مش يمكن أكيد، أنا بجمالة متوافق على كتير إشياء، بس من ناحية يعني كل يعني هلأ في تعاطف هائل مع لبنان، ولكن وهذا التعاطف كتير منيح عظيم، ما رح نحلل أسبابه إلى آخره، ما في شيء مجاني يعني، بس في تعاطف. ولكن تخوفنا نحن إنه هذا التعاطف مثل ما صار بأنظمتنا بمصر وبالأردن وبفلسطين والآخر، هيدا التعاطف عم بيعوم هذه الأنظمة. يعني مش مفروض نحن أولاً، صحيح مش شغلتنا نحن نعمل إغاثة، ولكن شغلتنا نراقب الإغاثة، وشغلتنا نتأكد أنه هذه الإغاثة على أسس نسوية، لأنه فيها تكون الإغاثة نسوية مش ضروري تكون هذا، ونتأكد إنه فعلاً ما تكون هالإغاثة، لأنه already بلشت بلبنان مزن، ما تكون هالإغاثة كمان ممر جديد للفساد، يعني نرجع نكرر الفساد. So I think يعني من ناحية طرح الصوت، من ناحية فعلاً طرح صوت نسوي
راديكالي تقاطعي، ومن ناحية طرح التغيير الجذري اللي بدنا إياه، لأنه فعلا سوري كررت نفسي كثير، بس فعلا نحن وصلنا لمرحلة يا نحن يا هني، يا نحن يا هني، يعني صارت معركة حياة أو موت معهم، وفعلا موت. سوري أخذت وقتكم، بس في أسئلة بفتكر بالتشات من بعض المشاركات، فإذا إذا عنا وقت anyway. بس شكراً كتير مزن، أنا بفتكر this is a very good, this is exactly what we should be doing, this is the beginning of what we should be doing. بالضبط، دي البداية، وإحنا مع بعض طول الوقت، وإحنا بنكمل وبنتواجد وبنفضل بعقلنا كده وإحنا مع بعض، مش وإحنا كل واحدة فينا الواحدة. أنا بس بدي أضيف على الشيء اللي قالته لينا. أول شغلة، فعلاً نحن بحاجة بهالوقت هيك نكون قوية ونجذر الحركة النسوية كحركة عندها فعل سياسي. ما بدنا نروح للعمل الإغاثي والرعائي ويكون هو الأساس. الأساس لازم يبقى كيف ممكن نخلي هالحركة عندها فعل سياسي، نضالها هو فعل سياسي من أجل التغيير، والمدخل ممكن يكون من خلال الشيء اللي قالته لينا، وصار في مبادرة من اليو أن وومن بلبنان مع عدد من المنظمات لإطلاق نوع من بداية تفكير بنداء أو ببيان لإدماج كل الاحتياجات الجندرية بعملية الإغاثة، وكيف ممكن إدماج أولويات النساء بهالمساعدات وبهالكل قنوات الإغاثة، كيف نضمن أنها تكون عم تاخد بعين الاعتبار كل احتياجات النساء، وكيف ممكن تكون أولويات النساء هي أولويات في هلأنه بلشنا نشوف من أول صندوق إعاشة وزعوا ما كان عم براعي المسائل الجندري. وطبعا أنا برأيي لما عم نحكي عن الاحتياجات الجندري مش عم نحكي فقط عن الاحتياجات العملية اليومية أكل الشرب، لا، عم نحكي على الاحتياجات الاستراتيجية يلي بتمكن المرأة من صنع القرار، وبتمكن المرأة من أن تكون شريك فاعل، وبتصور من بالمرحلة القادمة، لأنه يعني انفجار بيروت وفاجعة بيروت وكارثة بيروت يعني يمكن بدها سنوات من العمل وسنوات من تقديم الخدمات، ويمكن ما ترجع اللي صار. مشان هيك أنا برأيي لازم يكون عنا تدخل من أجل مراقبة ومساءلة كل المساعدات وكل المشاريع يلي رح تتنفذ وكل القضايا اللي رح يكون فيها تمكين، إلى أي مدى هي عم تمكن النساء، إلى أي مدى هي عم توصل للنساء، إلى أي مدى عم بتخلي المرأة أن تكون شريكة بصنع القرار، وإلى أي مدى المعتبرين التنمية هي للنساء وللرجال دون أي تمييز. يعني نحن بدنا نبقى معركتنا الأساسية، وسيزداد التمييز ضد النساء. ما نتوقع أنه هلأ والله النساء قوية بالشارع رح يخف التمييز، لا، رح يزداد التمييز ضد النساء. كيف ممكن نكون جاهزين لهالمواجهة؟ بعتقد بحاجة كمان نحن لشوية وقت لنشوف كيف ممكن تطلع هالمبادرة، ونجمع بعضنا ونناقش كل هالقضايا، ونروح صوب أجندة نسوية بإعادة الإعمار وبإعادة وبالإغاثة يلي عم بتصير بالبلد. بعتقد رح نوصل لهالشي، لأنه المسألة حاضرة عنا، ولأنه تاريخنا حافل بالتمييز ضد المرأة، واللي كنا كمان نعرف كيف نتدخل يعني لنلغي هالتمييز. وبعتقد ما تكون تسمعوا منا بفترة طلبات لتساعدونا بموضوع المناصرة وموضوع العمل الضاغط، إن كان على المجتمع الدولي لكل المقاربة، كيف تكون مقاربة حقوقية ما
مرتكزة على احتياجات النساء والرجال على قدر المساواة دون أي تمييز. كيف تكون مقاربة الإغاثة مقاربة حقوقية؟ أنا كنت هيك شوي ما بعرف إذا في وقت بعد، كنت حابة وافق الكل على قصة المبادرة النسوية اللي بدها تطلع، وبتخيل صار ضرورة. وما لازم ننسى الإغاثة لأنه الوضع كتير كبير، يعني بلشنا بالكارثة بيروت والانفجار اللي كتير كبير. نحنا كجمعية انتقلنا من التنمية والإنماء اللي عم بيصير بمناطقنا حولناه لإغاثة. أكيد خطرة، أنا بوافق جمانة أنه خطرة نحول من تنمية لإغاثة، لأنه الإغاثة مش شغلتنا اليوم، هي شغلة المسؤولين، ولازم نتحول أكتر لمساءلتهم ونحاسبهم ونقول لهم روحوا أنتوا اشتغلوا وجربوا أمنوا بناء بيروت. هيدي أكيد بوافق عليها، بس كنت حابة فرجيكم شوي هيك من دمار نحن، لأنه هلأ بالمكتب عنا. كنت حابة هيك فرجيكم شوي الوضع اللي نحن فيه، يعني هولي بعض الأكل اللي نحن عم نوزعون، وهون عندكم بعض هيدا مكتبنا ببيروت هيك كيف تحول. هولي الخشب كله اللي مكسر، هيدا أقل شيء مكتب واحد زيزه كله راح، هيدا بنص الجميزة، الجميزة فاضية اليوم اللي هي محور بيروت كله. هون تحولنا لعيادة هلأ عم نشتغل عليها، لأنه مثل بأكد أنه كل المستشفيات الميدانية اختفت، تركوا بيروت، ما بعرف ليش تركونا بهالسرعة، أقل من أسبوعين كانوا تركوا بيروت. هيدا الجميزة فاضية اليوم، هيدا شارع الجميزة اللي كلكم بتعرفوه، وبتخيل كنا نجي مشي فاضي ما فيه حدا غير الدرك، وبعد فاضي كله كله كله. هيدي بيروت اليوم اللي عم تصرخون، كل البناية بلا أزاز، كل البناية اليوم مهدمة على الأرض، سكانها تركتها للجميزة، تركتها كلها كليا، ما في باب إلا ما ريح كله، مش بس الأزاز تبعه. الوضع كتير كارثة، كتير كبير يعني الوضع. مشان هيك بدنا دعم، أكيد بدنا دعم لمطالب النسوية، وأنا ما بقى أسميهم مطالب اليوم، صرت بسميهم أكتر حقوق، يعني هن مش مطالب، نحن ما بقى عم نطلب مطالب اليوم نسوية، صاروا أكتر حقوق لألنا. بتخيل إذا قررنا نبني دولة مدنية علمانية بتساوي كل مواطنيها بكل الشرق الأوسط بكل دولنا العربية، هيدا ما بيكون مطلب، هيدا بيكون حق لألنا. فهيك يعني حبيت بس بدقيقتين فرجيكم هالقوة اللي عم بتصير هون، ونحن كل البور تبعنا مثل ما بيقولوا هن كلهم نساء موجودين هلا هون بالمكتب، سيدات كل حدا منهم مستلم شغله من اللي عم نشتغل عليهم، حدا مستلم الميديكال، حدا مستلم الاشغال اللي كل يوم نحن بنركب نايلون لاكثر من 20 بيت كل يوم، يعني عم يعملوا شغل ما بدي اقول شغل رجال، بس شغل كتير كبير، وهن نساء وعم بيوزعوا أكل، عم بيحاولوا يغطوا محل الدولة. فهيدا الشيء بتخيل بدهم تحية لكل نساء لبنان اللي نزلوا على الأرض واشتغلوا. بقى هيك بس كنت حابة ما كن قاعدين عم ننظر، لقى هن أكتر فعلات على الأرض، فحبيت هيك وضح هيدي الصورة. شكراً على استماعكم، وهيك صورة محزنة لبيروت، ولأنه عرفت أنه كل أصدقاء العرب عم يحضرونا اليوم، وهلأ في ناس أصحابي من تونس عم يبعتولنا وعم يعملوا شير لللايف، قالولنا فرجينا بيروت، فمشان هيك قررنا نبقى بمكتبنا تحت نفرجيكم وجع بيروت قدي كبير. الكارثة هيوج، وما في غير نساء لبنان اليوم اللي على الأرض، وما عم يتركوها ولا لحظة من متطوعات، عم يتركوا شغلهم مع كل الظرف الاقتصادي وما عم بيطلعوا مصاري. عم نقول له لا خلينا نتساعد، وبدي اشكر بعض النساء من الملتقى، يمكن ما بدي سمي واعمل دعايه، بس بعض السيدات من الملتقى قالوا لي جوزيفين بدنا نساعد لبنان باي طريقه، حدا اللي حول 100 دولار، حدا اللي حول، ما عرفوا كيف بدهم يساعدوا بيروت بطريقتهم. فانا بحيي النساء اللي عن جد ماسكين بايدين بعض من وراء نظرة، من وراء ملتقى النساء العربيات السياسي.
فشكر كتير كبير لكم، وبتخيل فينا إيد بإيد نبني المبادرة الحقوقية وليست المطلبية لوضعنا. بركي فيها تكون فرصة، بشعة كلمة فرصة، مش قصدي opportunity بمعنى، بس ممكن كتير الكوارث هي تبني فرصة لقدام نتعلم منها، نتعلم من كل الكوارث اللي صارت بدولنا، انه خلص بقى فينا نط لتاني مرحلة، لتاني منطقة بتفكيرنا للفكر المدني الغير طائفي اليوم، لأن هو الحل الوحيد. ما بقى عم شوف حل تاني غير هيدا الحل. فبس هيك حبيت لكم thank you من كل قلبي، لأنه كل السيدات اتصلوا وحبوا يتبرعوا. أنا قلوا ما بدنا مصاري، بدنا دعمكم بس. دعم فيكون التشبيك تبعنا اللي موجود أصلاً، وصار له هو تراكمات. ما وصلنا لثورة بيروت لو ما هالتراكمات من ناس قبلنا بكتير، من 50-60 سنة بلبنان عم يشتغلوا على حقوق النساء، فنحن اليوم عم نكمل هالمسيرة. فشكراً لمزن، شكراً لرزان، شكراً لكل السيدات بالملتقى اللي عم يعطونا هيدي الفرصة اليوم نتشارك سوا كارثة بيروت. شكراً طبعاً أشكركم جداً، يعني جديات هذا الروحية لدى نسائنا، يعني بأغلبنا هذا الروح النسوية كموجودة، وهذا الانتماء الروحي لوجودنا. إن شاء الله نقدر بأي طريقة نتغير هذا بلدنا بصورة عامة وعقلياتنا. المهم إحنا عندنا صوت وعندنا آراء وعندنا عقلية، وقف وراهم يعني خلاص. المهم إحنا وجودنا موجودين على هاي الساحة السياسية، وبوجودكم كل مرة أخرى أقول إحنا نستفاد منكم، وإن شاء الله يوم من الأيام هاي الحركة النسوية بها دور كبير لتغيير كل السياسات. إذا هتغير سياسات بدولة لبنان مباشرة بها تأثير على دولة العراق وعلى دول الأخرى، بس خاصة إحنا كلش قريبين ونفس السياسات ونفس العقليات يدير بلدنا. أنا أشكركم جدا. ريزان، بس في أسئلة محتاجين الناس على الشات بيقولوا إن هم عايزين رد عليها، كان في أسئلة. وبس عايزة أقول لينا وجمانة، عشان دايماً بيقولوا إن إحنا من جيل واحد وكده، فهم النسويات الشابات معانا، فهم الجيل الصغير، صح؟ يعني أنا ممكن أروح لأنه عندي ساعتين وبعد عندي شغل. لو تسمحي لي أنا ممكن أكمل. أنا شكرا ليكي جدا، وإحنا شاكرين ليكي. أنا أشكركم جدا، بس يعني عرفت ساعتين لهذا، يعني رتبت شيء آخر. شكرا سعادة النائب رزان. شكرا يا سيادة النائبة، يعني وقتك ثمين، وشكرا ليكي معانا. ماكو وقت ثمين إلى ويا هاي المجموعة العزيزة والغالية. إحنا استفدنا كل لحظة وياكم بصورة جدية، وإن شاء الله ملتقى نقدر دورنا دور كبير ونتغير شيء بهذه البلدان. شكرا، أشكركم جدا مرة. شكرا شكرا رزان. إن شاء الله. أنا بدي أقول عاش التضامن النسوي، عاش التضامن النسوي بقولة وبكررة، ويمكن يلي عم يعطينا القوة هلأ هو هالتضامن النسوي. أنا عم شوف بعض الأسئلة اللي كانت موجودة. في صديقة أمل جرامي من تونس عم بتنبهنا لضرورة توثيق هذه التجربة، وأنا بوافق 100%، لأنه التاريخ لا يوثق نضالات النساء ولا مساهمة النساء بكل شيء، مش بس بالعمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وبعتقد بدأت شوي وشوي تأرشف الحركة النسوية وتوثق هالمسائل. في سؤال تاني برضو من الأستاذة أمل جرامي، على إلى مدى ستعمل النسويات على ترسيخ مبدأ المساءلة
والمحاسبة. فلو لين يعني عشان أمل ما كلمتش أكتر حاجة، فأمل ممكن نسمع صوتك. يما أحلى عندك يا أمل. معلش يا أمل، النسويات الشابات اديناهم مساحات يتكلموا كده علشان هم مهمشات وحرام وكده، بس يلا. على فكرة أنا لأنه أنا مني يعني إذا بدنا نحكي بالموضوع النسوي، لينا وجومانا هني الأكسبرت. أنا بعتبر من أنا مني ولا مرة كنت نسوية، ولا مرة كنت صريحة أنا ولا مرة كنت نسوية، ولا مرة كنت عندي انتماء نسوي. مش المعنى، أنا مدافعة عن حقوق الإنسان، بس مش بالإطار وحقوق ذوي الإعاقات. سواء أنا أكثر هيدا اللي بيهمني. أمل، ما دام انت قلتي كده ممكن تدينا، بس عشان في الكلام ما اتكلمتيش، احنا مهتمين نفهم ونعرف الاحتياجات للاشخاص ذوي الاعاقه وخاصه النساء دلوقتي من تخصصك وخبرتك، وممكن بقى ندي نسويات الشابات دور يكلمهم. على فكرة الديسكريميناشن أو التمييز تجاه النساء اللي عندهم إعاقات هو أكتر أعلى من الأعلى، يعني هو دبل لينا، ما بعرف save me. هو مزدوج، يعني مزدوج. إيه مزدوج، مركب، منقول مركب كذا نوع تمييزه. إيه لأنه يعني أنا مثلا ممكن نعاني أول شيء بنعاني تمييز على صعيد الإعاقة، يلي هو دايماً في النظرة للإعاقة بغض النظر شو مين الشهادة أو شو عنا خبرة سنين، دايماً بيطلعوا نظرة اللي حرام أو سوبر هيرو. والنظرة الثانية اللي هي والله أنه كمان كمرأة في عنا تمييز، نتعرض لتمييز على بهذا المجالين، تمييز بيتعلق بالإعاقة من ميل، وتمييز بيتعلق بالجندر من ميل تاني. ودائما في افتراض او استبعاد الكيان الانساني للمراه المعوقه، اللي هي انه حق الزواج والحب والارتباط والانجاب، اللي هو شوي يغيب عن حقها، يتم تغييبه او افتراض انه شيء من غير قابل للقيام بهذه الواجبات. دائما بيتم استبعاد هذا الموضوع، فدائما بيتعامل معها على انك شيء تشييئة، هي أكثر أنا بشوفها مشيئة، إلا إذا كانت هي قوية بتفرض حالها. سو أنا هذا بشوف، بحس هذا الموضوع كتير شائك، وما بعرف بدي لينا وجمانة your input، لأنه أنا بالنسبة لي شوي بعتبره، ما بعرف إذا هذا صح ولا لا، بس إنه هذا ما أنا هذا الإحساس تبعي. يعني حتى أنا لو اشتغلت بشركات كبيرة، أنا مجال شغلي هو بجرافيك، والاندستري ما بتعوز انت تكوني عندك، المهم يكون عندك سكيلز. سو ولا مره حسيت بالتمييز بمكان عملي او بالشغل اللي انا اشتغلته، لا بالله بيتعلق باعاقتي ولا بيتعلق بكوني هيك. اولا لانك يمكن لانك كثير بروفيشنال، بس بيجي نجي للنطاق العمل المجتمعي او شيء، سو بنحس هون بالتمييز. وهذا الشيء طرح علي سؤال بالانتخابات البلديه، انه هل تعرضت لتمييز، انه هيك. بعدين تفاجأت انه لا، انا كتير ناس صوتوا لي بس لاني طحشت وعندي، مش لانه عندي اعاقه من باب الشفقه، لانه في كتير ناس افترضوا انه انا اخذت اصوات من باب الشفقه. سو كمان في هون دائما عندكم برنامج للبلديه، برنامج عمل، كان في برنامج جاب الاصوات. ايه بس هم الناس افترضت انه في انه وجودي على لائحه بيروت مدينه، تفترضوا انه هيدا بس لاستعطاف العالم لانه كوني عندي اعاقه. فكان هذا كان واحد من الاسباب اللي الناس سالوه، وتم سؤالي هذا السؤال بدراسه عملت، وكان جوابي انه لا، انا ما تعرضت لا للتمييز خلال الحمله الانتخابيه، ولا حسيت انه الناس صوتوا لي بس لانه عندي اعاقه. بعدين فهمت، حدا خبرني انه لا، صوتوا لاني طحشت وعم طالب بحقوق حق الوصول للجامعي، اللي هو كان الكامبين تبعي. سو هذا هو اللي انا بشوف انه موضوع الجندر والاعاقه ماني كثير اكسبرت، برجع بقول انا ماني اكسبرت بهذا البارت. شكرا امل، ودايما بنتشرف ان انت معنا، وكان نفسي اقابلك شخصيا، بس يعني ان شاء الله يترفع من عليا المنع يوم من الايام واهلك. لينا كان ليكي سؤال وممكن تردي على
سؤال كمان حوالين المحاسبة، كان ليكي سؤال خاص ليكي إن هو ليه why do you think none of the political leaders have apologized or offered any condolences to the people؟ أول شيء اللي سألته صديقة عزيزة لإلي ونسوية، صديقة ديانا أبو عباس اللي هي تعمل بقضايا قضية كتير أساسية اللي هي قضية الحقوق الـ الإنجابية. إنجابية، شكرا، الحقوق الإنجابية والجنسية، وهي صديقة كتير بحترمها، من الأصوات النسويات الجديدة الصاعدة اللي عن جد يعني بتمنى نشوفها بالقيادة. ليش ما سمعنا؟ يعني بدي بس ما رح ياخد وقت كتير بأكد لكم، بس بدي بلش بس بنكتة كتير صغيرة قبل ما بلش، قبل ما صار التفجير تبع بيروت. في صديقة نسوية وزميلتي هي يحيي معنا عم تحضر كمان، اسمها كريمة، وبحييها كتير لأنه من المناضلات الصبايا معنا. عم قلا لكريمة دخلك، كان إجا العيد، العيد الكبير، فبقلا غريب رئيس الجمهورية ما عايد اللبنانيين بالعيد، ما طلعوا عايد اللبنانيين بالعيد الكبير. بتقلي مزبوط، بس حتى كمان ما عايد بعيد الفطر، يبدو ما مش مهتم. وإجا الانفجار وحكينا مع بعض، قلنا يا عمي مش بس ما بيعايد اللبنانيين واللبنانيات بالعيد، ما بيعزيهم إذا ماتوا، يعني إذا ماتوا كمان بسببه ما بيعزيهم. ومش بس هو، طبعا كل هالطبقة الفاسدة. وطبعا أكيد السؤال لازم يتوجه لإله، ولكن برأيي المتواضع هيدي فعلا بتفرجي إلى أي درجة هيدي الطبقة السياسية الفاسدة المجرمة تحتقر الشعب. يعني حتى مش فرقاني معها، ما بهم معاناته، ما بهم معاناته، وبالتالي حتى ما قادرة تقوم بالواجب البسيط، أبسط شيء إنك تقولي للناس الله يرحم موتاكن، تعمل حتى هذا الشيء. وأنا هذا يعني هذا برأيي، مش إنه أنا بفتكر لا إحراج ولا شيء، أنا بفتكر فعلا هي طبقة فاسدة مجرمة لا تكترث بالشعب وبس، مش أكتر من هيك. بالنسبة لسؤال صديقتنا من تونس أمل جرامي، كمان أمل كانت معنا ببيروت بشباط بالجامعة الأمريكية، إلى مدى ستعمل نسويات على ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة؟ أنا بفتكر شغلنا الأساسي هو شغل مساءلة ومحاسبة، يعني هيدا الشيء يلي، وهيدا الشيء اللي كنت عم بقول عنه بالنسبة للمساعدات اللي جاية للبنان. أنا بفتكر إذا نحن ما رح نعمل إغاثة طبعاً، مش شغلتنا، وأنا بوافق جمانة كلياً مش شغلتنا نعمل إغاثة، شغلتنا الأساسية نحاسب هل تم وضع معايير نسوية ليه هالإغاثة، لأنه كتير مهم بالنسبة لإلنا. معلي بدي أعطي كمان، بدي أعطي مثل ماذا أعني بذلك. أول ما ابتدأت أزمة نزوح السوريين والسوريات إلى لبنان، وكان في يعني أنا شاركت ببعض الاجتماعات اللي كانت مع المسؤولين الممولين، ما فيني أذكر الأسماء، ولكن تصوروا أنه نحن ب2015 أو 16 كانت، ما بتذكر، ولكن المؤسسة الدولية اللي مفروض هي، وأكيد رجمانة رح تعرف عن مين عم بحكي، هي مفروض تكون عم بتأمن المساعدات للاجئين واللاجئات السوريات بعد لهالوقت بالذات اللي نحن عم نحكي فيه، بتقول نحن منعطي، تعرفوا الديبت كارد اللي بيعطوها للاجئين ليسحبوا شي 20,000 ليرة من هيدي الديبت كارد بيعطوها للرجل بالعائلة، بيعطوها للرجل. يعني إذا منعرف شو معناتها هيدي من ناحية عدم نسوية، كيف بدنا نصور اللاجئة يلي بدها هيدا؟ يا لينا أنا خوفي بكرة لما ينزلوا ويكون عقد أجار البيت باسم الزوج اللي مات، وهلأ المرأة أرملة قاعدة بالبيت بتطلع بدون شيء. هيدا اللي رأيه بكرة. هو بس ده كمان جزء من سؤال طرحه الأستاذة هناء أدور عضوة الملتقى، و
المناضلة العظيمة من العراق حوالين لماذا لا تضع شروط وضوابط محددة للمنحة التي ستمنح لمنظمات المجتمع المدني أمام الهيئات الدولية المانحة لضمان عدم استغلال الأموال لجهاد ومصادر مقاصد خارج إطار الإغاثة؟ لو لينا تردي ونسمع من جوزيفين كمان. Very quickly. وضعنا ذلك وذكرته جمانة، وضعنا ما يقول اسمه بالإنجليزي Charter of Feminist Demands يلي موقع عليها تقريبا هلأ إذا متفهمت من زميلتنا جمانة تانية من UN Women تقريبا 40 هيئة نسوية بيناتهم بتصور جمانة يمكن موجودة معنا صديقتي ديانا أبو عباس. والحلو كمان أنه كانت فعلا الجمعيات نسوية من نسوية تقاطعية لم ما يعني واللي عم يشتغلوا مع اللاجئات والنازحات فوضعنا ذلك هنالك تشارتر. وبفتكر جمانة إذا ماني غلطانة الآن عم بيصير تظبيط عم بترجمه ترجمة للعربي وبالتالي هيدي حتكون الوثيقة وكتير واضحة يعني ما فيها ولا لبس ولا غموض وهي فعلا بتحط كل الأشياء اللي إلها علاقة كيف نحن حنحاسب وحنسائل. ولكن الشيء الأساسي خليني بس كلمة واحدة بس ما تواخذيني مزن المهم إنه ما حدا فوق المحاسبة وخاصة النظام اللبناني الفاسد والقاتل بنساء ورجال والفاسدين تماماً منه فوق المحاسبة. إذا بدي هيدي تشارتر بالنسبة لنا للاستخدام فيزافي النظام ولكن أيضاً فيزافي الهيئات الثانية اللي عم بتقوم بهذا الشغل والهيئات المانحة. شكراً جوزيفين. أنا ولا ما عندي بقى كتير يعني ما عم بقدر زيد على الستات كلها خبرتهم كتير كبيرة بالموضوع بس أنا من خبرتي بالمساءلة المساءلة هو عمل مجتمعي عمل تشاركي فاليوم بالذات إذا ما قدرنا نعمل تشبيك جدي تشبيك مثل ما قالوا في شارت كلنا نتوافق عليها نحط هدف موحد لإلنا نحط رؤية موحدة وين بدنا نوصل من هلأ لثلاث سنين حتى لو الأنظمة تبعنا كتير صعبة إزالتها من جذورها لأنه متجذرين والسلطة معهم والسلاح معهم والشو بقوله والعسكر معهم يعني بس بتخيل نقدر نحط عمل تشاركي على فترة نحط له ديدلاين نحن نحدده وبتخيل بنقدر نوصل ونقيمه كل فترتها نقول نحن وصلنا لهون ونعطي سكسس ستوري لأنه الناس بتحب تشوف إنجازات العمل النسوي لازم يكون واضح لهم حتى المقربين منا بقلب جمعياتنا بقلب النضال على الأرض ما بيعرفوا شو أنجزنا بكل هالفترة وشو اللي قبلنا أنجزوا يعني أنا بالعمل النسوي ما عمري أكتر من 10 سنين بس بكتير قبل أنجزوا هول كلهم لازم ينحطوا بمحل ما نقول بس أرشيف نحن صرنا هلأ بعصر التكنولوجيا ينعمل فيديوز ينعمل أونلاين سيستم أونلاين بلاتفورم فأنا مع أنه كل هيدا الشيء اللي عم بيصير نستفيد منه حتى لو الكارثة كبيرة يكون في إفادة من هيدا الشيء اللي صار لو سلبي نستفيد منه لنبني الفيوتشر تبعنا لأنه كتير مهمين الانفجارات مرات بغيروا أنظمة كلنا نتذكر انفجار القاهرة غير أنظمة انفجار بيروت اليوم رح يغير نظام الطائفي ببيروت فنستفيد من الانفجار حتى لو في كارثة كتير كبيرة وشكراً مرة تانية مثلاً على هيدا اللقاء شكراً لكم في أسئلة كمان من تفضلي يعني. بموضوع بما أنه أنا الاكسبرينس تبعي بقدر ساعد بالبلاتفورم سو إذا عم تفكروا على جد بتوثيق أو بتعديد شيء أنا بنصح يكون في مثل فيني أحكيك إذا بدك بعدين باي إيميل أعطيك تكنيكال ستيبس سو إذا بتتوثق الحركة النسوية مع الإنجازات وما يتبع للإنجازات يعني استكمال شغل الحق تم إنجازه ولكن بعد بحاجة لاستكمال لازم يكون موثق هيدا الشيء لأنه ساعتها ممكن النساء للعمل لاحقا على هيدي المرحلة واللي هي النهس النساء ما بنقدر نعمل كل شيء دربي وحدة سو أهداف صغيرة مع تحقيق أهداف سو تم توثيق قبل يتم توثيق أو مع وضع ملاحظة أنه ناقص 1-2-3 للاستكمال سو هذا الشيء كتير بيساعد لبعدين العمل المستقبلي
السؤال جاي من الدكتور عفاف الجابري من الفيسبوك، ما هو برنامج عمل الحراك النسوي وأولوياته في هذه المرحلة، وكيف المنظمات النسوية في المنطقة دعمه؟ جمانة بالفيسبوك، ما هيك دعم. مش عارف كمان في أمل جرامي طالب الكلام ورفع إيده. حاضر، بس احنا لو تردي على السؤال ده ونخلص الأسئلة وبعد كده هندي الكلام. انا مش عايز اخد من وقتكم كتير، احنا ممكن نقعد للصبح، بس يعني مش عايز اخد من وقت الناس كتير، فلو حضرتك بس تردي على السؤال وناخد بقية أسئلة الناس. يعني كيف ممكن يكون اشكال التضامن والإغاثة؟ لا، ما هو برنامج عمل الحراك النسوي وأولوياته في هذه المرحلة، وكيف المنظمات النسوية في المنطقة دعمه؟ أنا اللي بقوله إنه الآن نزلت كتير من نعم. لا تفضلي، ده كان نزلت كتير من المنظمات وعم تشتغل على موضوع الإغاثة، يلي عم نقوله انه كيف ممكن ما نشتغل إغاثة بمفهوم الإغاثة، انما نسائل جندريا كل مسائل الإغاثة. المساعدة بعتقد رح نكون، وهذا اللي انا قلت انه يمكن بعد مدة رح نطلب هذا الدعم. نحن بحاجة لنعمل ضغط على المجتمع الدولي وعلى المنظمات المانحة من أجل إدماج مسائل الخاصة بالنساء واحتياجات النساء بها المساعدات. الآن هلأ ما في جواب حاضر، عنا تصور لما يجب أن يكون عليه الوضع. نحن بحاجة أكثر يعني نتعمق ببعضنا بالنقاش وبمراجعة كثير من المسائل قبل ما نكون عنا طلب محدد من النسويات العربيات أو النسويات في المنطقة العربية عذراً على مساعدتنا بمعركتنا، بس حكماً نحن بحاجة لها التضامن. ده كمان سؤال جاي من الأستاذة بشرى العلمي من المغرب، وهي عضوة الملتقى برضو. هل تم وضع مخطط نسوي تبع للظروف الحالية لوضع بالأجندة الحكومية؟ وفي سؤال آخر، ما هو مستقبل الحراك الشعبي إذا الوضع بلبنان؟ وتتبعه سؤال من الأستاذة مجدة صالح، ما هي المطالب التي توحدت عليها النساء؟ هل هناك رؤية للإصلاح تعرفت عليها المجموعات المدنية؟ وفي سؤال أستاذة ريما نزال، قانون الانتخابات يستطيع، أنا أسفة، ده سؤال تقني بقى حوالين قانون الانتخابات. قانون الانتخابات يستطيع ذلك؟ اعتمد النسبية الكاملة والدائرة الواحدة ربما تدريجيا يستطيع أن يقدم الحل، لابد من استراتيجية كاملة لتفكيك النظام الطائفي، يضع القانون في مركز الاستراتيجية. أمل، لو تردي بصفتك كنت مرشحة قبل كده، وجوزيفين كمان صح؟ كنت مرشحة؟ لا؟ جوزيفين. شو كان السؤال؟ لا لا، لح ساعدك أمل. أنا لحرد بس على موضوع هلأ الحراك اليوم، لأنه بدي رد على سؤالين. الحراك اليوم أكيد حاطت خطة استراتيجية، ما عم يقدروا بعد يتفقوا عليها 100% كل المجموعات الحراك، ولكن حطوا إذا بدك لاين كبار أساسيتهم هي بناء دولة مدنية تساوي جميع اللبنانيين مثل بعضهم بكل مواد الدستور اللبناني. هيدا في اتفاق عام من كل المجموعات الحراك عليه، ما في أي مشكلة عليه، ولكن خطة استراتيجية لكيف نقدر نزيح هذه السلطة لعمرها 30 سنة وهن background أحزاب استلمت السلطة واستلموا الإدارات العامة، هيدي لهلأ بعد ما في. وأنا بعترف أنه بعد ما في خطة متكاملة من المجموعات، ولكن هناك أحزاب جديدة مثل الحزب اللي أنا بنتمي له، مواطنون ومواطنات في دولة، حاطت خطة لبديل حقيقي وهي حكومة انتقالية بتشريعات مستقلة من هذه السلطة بفترة 18 شهر على فترة سنة ونص. بهيدي السنة ونص لأنه عنا مشكلة مالية اقتصادية، واليوم اجتنا الكارثة الثانية اللي هي
انفجار بيروت. ففي خطة على 18 شهر، أنا بتمنى الكل هلأ يكون شارت على الجروب موجودة ب 18 شهر شو كل شهر رح ينعمل تنقدر نطلع من هذه الأزمة. هذه موجودة. هلأ بخصوص الانتخابات والقانون الانتخابات لموضوع، هلأ أكيد مثل ما بيقولوا دائرة لبنانية وحدة وبطريقة نسبية، هيدا قانون إذا بدك قانون الحلم، ولكن اليوم لبنان مقسم طائفياً من جذوره على 17 طائفة. اليوم بالذات تنقدر نعمل دائرة لبنانية وحدة بوجود أحزاب السلطة بالحكم، وهن نفسهم عم يترشحوا وهن نفسهم مستلمين عملية الانتخابية، أنا برأيي رح يكون في نوع من أنه يستلموا البلد كله. يعني الحزب اللي عنده الأكترية بيقدر يسيطر على الانتخابات إذا عملنا دائرة وحدة بنسبية اليوم بهيدا الظرف. بس نبني دولة بكل معنى الكلمة، يكون دولة قادرة وقوية، ساعتها بينعمل قانون انتخابي عادل للجميع. فهي مرحلة، بتخيل نحن بعد ما وصلنا لهيدي المرحلة يكون عنا دائرة لبنانية واحدة. صعبة اليوم، صعبة، ولكن هو حلم نحن بدنا نوصل له قريبا. أمل تحبي تقولي حاجة؟ بالنهاية لا رح نخوض الانتخابات شو محط القانون. بفتكر جوزيفين كمان بتوافق معي، شو محط السلطة قانون، الناس رح تترشح، المجتمع المدني والنساء رح يترشحوا بغض النظر عن القانون، لأنه هيدا الطريق الوحيد اللي نقدر نفرض التغيير وغض النظر عن كمية اللي رح يوصلوا على الانتخابات. أنا من ناحيتي من هلأ أقول عم حضر لأني خوض الانتخابات البلدية، أنا بهمني العمل البلدي أكثر من النيابي. وإحنا معين. في سؤال from Elizabeth, and popular candidates are not being put forward. أنا I don't get the question. If anyone منكو they got it. طب Elizabeth can you ask it again؟ وفي نفس الوقت الأستاذة أمل جرامي بتقول تمت الإجابة عن الأسئلة شكراً. Outside the existing parties. أعتقد هي بتقول إنه ترشيحات من الناس، هل عم بيكون في ترشيحات من الناس خارج الأحزاب الموجودة؟ بعتقد هيدا، هل عم بيكون في ترشيحات من الناس خارج الأحزاب الموجودة؟ طيب أظن كده إحنا خدنا كل الأسئلة وهندي شي سد يس. هندي آخر كلمة المتحدثات لينا جمانة، بعدها لينا عايزة تقولي حاجة عن الأسئلة اللي فاتت أو أي حاجة؟ بفتكر غطينا كل شيء ويمكن حكينا كتير، بس بصراحة بدي وبتمنى هيدي تكون إذا بدك نقطة البداية لعمل الملتقى، لنعمل هالشي سوا يلي أنت حكيتي فيه. ومثل ما عم بقول يعني أنا بحس إنه دخلنا المعركة الفاصلة، فلا عودة إلى الوراء، لأنه إذا رجعنا إلى الوراء نحن حنرجع لموتنا المحتم. فأعتقد هو فعلا المعركة سوا لا نخلص من هالنظام القاتل. نحن رح نخلص مش بالوراء، إلى الأمام. جمانة يعني تكتبي بحاجة غير موضوع المود يعني. أنا بدي أقول أنه بحياته ما كان الظلم قدر، وبحياته ما كان الـ 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 الاستبداد هو قدر الشعوب بأنها تتلقى الاستبداد الدائم. ما بدنا نعيش باستغلال لألنا، بدنا نعيش بكرامة وحقنا، عم نطالب بحق لألنا. الأمل رغم كل المصاعب ما انكسر، وميت انفجار ما رح يكسروا هيدا الأمل، حتى لو متنا بدون منحق نرجعنا للموت يا مزنا، بس قادرين على الأقل نورث هيدا الأمل لجيل تاني. وبعتقد الجواب على كل فساد الطبقة السياسية وتواطؤها بالانفجار هو إجا من الشارع، من الناس يوم السبت بعد الانفجار لما نزلنا بمئات الألاف
ووجهنا بالرصاص الحي من قبل القوى الأمنية. أنا بحب بنهاية اللقاء أولاً حي كل التضامن النسوي، حي كل النساء والرجال اللي عم ينتفضوا بوجه الظلم وبعدهم واقفين رغم كل شيء. بدي حي الناس اللي عم بيزيحوا الغبار ليستكملوا المعركة الأساسية اللي هي معركة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية. شكراً لكم، شكراً لنظرة اللي معودين فيها على أشكال مبتكرة من التضامن النسوي اللي نحن بأمس الحاجة لها. شكراً لزميلاتي من لبنان، وإن شاء الله منشوف بعض مش أونلاين، منشوف بعض مباشر وبلقاءات فيها رسم سياسات من أجل تطوير كل الأشياء اللي كنا عم نحكيها بموضوع وضع احتياجات النساء كأولويات بالإغاثة. سوف نتعانق من جديد، سوف نتعانق من جديد. شكرا للجميع، شكرا ليكو، يعني اتعلمنا وياريت يبقى فعلا تضامننا الصافي الفعال يكون وصل لكم. احنا لسه عند الملتقى، لسه عند المبادرة، وان احنا مع بعض ودي البداية مش النهاية، واحنا طول الوقت مع بعض. انا بشكر كل اللي ساعدوا في اللقاء ده والناس ما تعرفهمش نتيجة الظروف. البشع في مصر، بس متطوعين ومؤسسات الملتقى التنين من مصر اللي موجودات معانا وساعدوا على الوجود. ده انا شاكرة ليكم جدا جدا، ومن قلبنا سلام لبيروت. يعني شكرا. شكرا، الى اللقاء للجميع. شكرا.